يا الله يا كريم. وعليكم السلام الأخ سالم، الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بلولو. إن شاء الله هتكون كاينة الإنترنت برك في الجزائر. أخ سليم، أخ محمد حسان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الرحيم، إن شاء الله برك تكون كاينة الإنترنت في الجزائر. أخ إبراهيم، أخ محمد، أخ ميلود، مرحبا بك. أخ عبد الخالق، وعليكم السلام. عبد القادر، سيد أحمد، أخ سمير، مرحبا بك، وناس تركيا. الأخت والله اللي ترمز الاسم تاعك بمليكة، هشام. الحمد لله اخويا. ربي يكون معكم. الاخ عمار، الله يبارك فيك. الأخ مولود، مازال ما لحقتش اللحظة. الأخ حمانة سعداوي، مازال ما لحقتش اللحظة هذه. المهم الإخوة، شوفوا ترى نبدأ. أخ محمد اللي ترمز الاسم نتاعك محمد حسان، راهو عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك، سرحوا سرح الخط تاعك. المهم وش هو التقييم نتاعكم فقط للمسيرة نتاع اليوم؟ أنا نسمع. نحاول هو أن نستفاد منكم إن شاء الله. أخ إبراهيم، مرحبا بك. للأسف الشديد هذا ودخل وخرج. شوفوا ترى هذا الأخ حسن، أخ حسن عندك كم بلوكاج في الهاتف نتاعك. حسن فلاني عليم، عندك كم بلوكاج. نعاود نشوف ترى المرة هذه مفترض تطلع. الأخ محمد، أخ محمد مرحبا بك. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. وش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الأخ محمد ده، وش الأحوال عندكم؟
والله الحمد لله. شحال عندكم الساعة الأخ محمد؟ والله راهي بالضبط 10 ودقيقة واحدة. فايتنا بساعة ملا. ايه اسمع انتم، ماشي ها كيف كما الجزائر ثاني فايتينه بساعة. ماشي بزاف، ساعة ماشي بزاف. ماشي بزاف. واش راك واش الاخ نور والله الدين؟ والله على بس الحمد والله لله. واش الحمد لله. كش مرة معك إخوة ثم في جنوب أفريقيا ولا راك وحدك برك؟ والله الحمد لله كاينين الناس وراهم مع الحماس تاع الجزائر هذه اليامات هذو راهم مبروشين يتبعوا هاد شوية. الأيامات. هي لازم يا الأخ نور الدين، لازم، هي بلادنا على كل حال، ما نفرطوش فيها. لازم. والله الحمد لله، نظن الموضوع تاع اليوم على حسب المظاهرات والله الحمد لله ونشكره. وش هي القراءة تسمى نتاعك انت للمظاهرة تاع اليوم هذو نتاع الناس اللي خرجوا اليوم؟ وش هي القراءة نتاعك؟ والله القراءة نتاعي والله العظيم ما كنت متوقع يعني توصل للدرجة السلمية هكذاك، الأولى. والثانية يعني الناس الحمد لله وصلوا، الشعب يعني وصل لمستوى عالي تاع التوعية، والناس بدأت يعني عندهم مستوى عالي تاع في التوعية، وهذا يشرف بزاف الجزائر. وبخصوص ثاني نشكر ثاني رجال الشرطة والدرك، يعني ما استعملوش العنف بزاف، إلا في بجاية نظن صراو فيها بعض المشاكل. وعليكم السلام أخ حسان، إن شاء الله تكون بخير. أخ حسان محماح، تحياتنا للناس السطيف. والله متشكرين كل الاخ نور الدين، والله كل الولايات متشكرين كاع، نشكرهم كاع ونشكر الشعب الجزائري كل. نظن الحاجه، النقطه اللي حبيت نبينها، يعني نظن النظام خذ عبره من هذه، لازم ياخذوا عبره. والحاجه اللي حبيت نقولها ثاني على القنوات الجزائريه، والله نتاسف بزاف ما كان حتى واحد منهم اللي يعني دار يعني كنت اتبع شوية قبل ما ندخل معك في الحصة هذه شوية القناة الجزائرية، يعني للأسف 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 ما تقصد التغطية ولا؟ التغطية. يا إيه، هما على بالك باللي راهم تحت رحمة السلطة، لو كان هما يتحركوا يغلقوا لهم الإشهار، فهمت؟ هما حتى يتأكدوا باللي السلطة راحت، فهمت؟ كي يتأكدوا باللي السلطة راحت من بعد يبدأوا ينوضوا يسبوا، ومن بعد يفتحوا الأبواب للناس باش تتكلم. وما دام صحيح هما الأخ نور راهم الدين. ما زالهم نعم، شاكين، ما دام تسمى يبقاو حاكمين الريزيرف. نظن ثاني يعني نقطة حبيت نبينها ثاني ونظن على بالك بها، المغاربية والله العلي العظيم يعني نشكرهم، أنا خاصة كنت أتبع في الفيسبوك المغاربية، والله غطت شوية الأحداث، كانت تعمل على المباشر مع المتظاهرين، هذا شيء شرف يعني. القنوات الأخرى استغفر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندي ما نقول، راك قلتها. راهم يستناو يشوفوا يعني لا ربحت، راهم معاها، والله لا خسرت راهم اسمع، معاها. هو حتى بوتفليقة راه قالها لهم. فهمت؟ احنا اسمع، احنا من النهار الاول كنا ضده، ما استنيناش حتى هاو 2019، 20 سنة يا واحنا يا ضده. هذه موافق واسمع، معاك وشفت. بوتفليقة راه قال لهم، بوتفليقة راه قال لهم، قال لهم إلا شفتوني كلي طيحت سبع هاكم تنوضوا معايا، إلا شفتوني باللي سبع طيحني تنوضوا انتم مع سبع، تصفقوا السبع. وهذا للأسف هذه حقيقة، والله هذه يا حقيقة، وللأسف هذو يعني للأسف بنيويوي هذو دائما هكا. بنيوي. أي والله للأسف يعني، والله للأسف يعني هذا الشيء مؤسف، والله مؤسف. وإن شاء الله بالك هذه المسيرة ياخذوها عبرة، باسكو أحمد يحيى كان يقول على كان يقول الشعب فرحان اليوم ردوا له في المسيرة تاع الجواب تاعه،
والحمد لله نشكر الجزائر اللي شاركوا في المظاهرات، يعني يكون اثر تاعهم يعني، ويكون التاريخ يشهد عليهم، وكل التاريخ يشهد عليهم. يعني انت تعتقد باللي راهو حصل التغيير ولا؟ لا 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 يا الاخ نور الدين، هذا ما احنا رانا نمدو شويه امل لارواحنا هكذا، ماشي قضيه هذا اسمه شغل، سي اون بتيت تاش كومام، هذه سي السوفل اون برك، تاش فهمت؟ السوفل يا جوستومون، بالك شوف لهذا، بالك شوف لهذا، بالك الرحله، بالك شوف لهذا الرحله هذاك اللي خرج، بالك يدير، بالك يخافوا شويه، بالك يخافوا شويه، بالك كش ما يديروا، باسكو على حسب واش شفنا في الانترنت والاخبار اللي كنا نتبعوها، مام الجيش وقيل عملوا قايد صالح وجماعته، وقيل داروا شويه، داروا وقيل اجتماع صغير، تسمع بالك قايد صالح معاه تسمع بالتليقة يا راجل. هي بيت والله صح، شوفهم داروا كلك، اجتماع اسمع نعم، يكذب عليك هذه كذب، حاجه شوفهم طيبه كلك. الاخ نور الدين، داروا شوف اجتماع ماشي قضيه تاع، اسمح لي الاخ نور الدين، داروا اجتماع ماشي باش يشوفوا الوضع كيف راح يديروا مع الوضع هذا، يا اسمع هذا اشاره باللي راهم خايفين شويه، ايوه، افهم هذا امر مقصودي يا الاخ مفروغ نور منه، الدين، هذا امر واسمه تسمى خلاص روتيني، هذا فهمت؟ هذا امر روتيني، انت لما تكون ذكرها الناس تحرك طلعها برا، امر روتيني هو انه يديروا اجتماع، هذا امر عادي. ولكن ماذا سيتم اخذ من هذا الاجتماع؟ ما هي ردود والله الفعل نتاع السلطة؟ ما هي ردود الفعل القادرين درك؟ دوك انت راه مجموعة خرجوا، غدوا يخرجوا البلطاجية نتاعهم ويعاودوا يديروا مسيرة اخرى كونتر اتاك. سي بوسيبل، جو بونس با، يعني ما من المستحيل يديروها غدوه ولا بعد غدوه، قال لك بالك سي يخلوها بوسيبل. حتى السمانه الجايه، يا ودي شوف نقول لك، هذه اسمع سي بوسيبل. يا اي، والله نعم شوف نقول لك، انا راني قلتها والله، لو كان ما الجيش واسمه الجيش هو ينحاز للشعب ويكون حراك شعبي حقيقي، هذه راها بداية برك، يكون حراك شعبي على مستوى 48 ولاية ويستمر عدة أيام ويكون مؤطر، فهمت؟ وينحاز الجيش، ينحاز الجيش، والله نقوله مثلا أطراف داخل الجيش هما أن ينحاز، والله لا تغيير ولا هم يحزنون غير كون كاني، فهمت؟ ينحيولك يعني، بوتفليقة يجيبوك بوتفليقة بيز غير كون كاني. على حسب ما فهمت يا الاخ نور الدين، اسمع على حسب كلامك انت، راك تقول باللي هذه المظاهره تاع اليوم، المظاهرات اللي صراو اليوم، يعني ما راحش ياثروا يعني على النظام، شي أثروا يا يجي برا وقعد على روحك، تعيط عيط درك انت، اخرج لبرا. انا راني قلتها كتابة وقلتها بالصوت والصورة عشرات ومئات المرات، اخرج انت لبرا وعيط، بوفوار اساسات بوتفليقة مروكي لقايد صالح مانيش عارف انا ويحيى كذا، ومن بعد بوفوار كيفاش راح تنحيه؟ هادو ناس، شوف جوستومون نقول لك، باش انت تسيطر على هذا الناس، اولا لازم يكون الحراك مؤطر، تسمى معناته انه كاين فيه جهه اللي راه مأطراته، قال مثلا مجموعه من الشخصيات ولا مجموعه من السياسيين ولا مجموعه، المهم راه مأطر هذا الحراك على مستوى 48 ولايه. لما تكون فيه نقولوا مثلا قياده، القياده هذيك هي اللي راح فيما بعد تتفاوض مع هذا الناس اللي راهم في السلطه. شكون هما اللي راهم الناس في السلطة؟ هذه المجموعة اللي راها هي متخفية بوتفليقة، راني قلتها عشرات ومئات المرات، بوتفليقة انتهى، بوتفليقة راهو انتهى في حدود 2010 2011. درك هذه المجموعة اللي راهم نقولوا مثلا يقدروا هم يأطروا هذا الحراك الشعبي، فيما بعد هما راهم يتفاوضوا مع هذه الناس اللي راهم في السلطة، لأنه راه بنوك تحكم، فهمت؟ أرباب مال، راها قيادة نتاع الجيش، الشرطة نتاع المخابرات، راها قنوات فضائية، راها ناس في الخارج، راها سلك دبلوماسي، يوم ما راهوش شخص واحد، ما راهوش شخص واحد، هذا راهو نظام كامل، راهو متجذر عبر 48 ولاية. تدرك هذا الناس يخرجوا، أوكي خرجت الناس، راها دوك هي تصرخ
تندد بهذا النظام، راح تحوس على تغيير، تحوس على وجوه جديدة، تحوس هو أنه تعيش في كنف نتاع الحرية وفي كنف نتاع العيش الكريم. هذا أمر مفروغ منه من المسلمات، مطالب مشروعة يحوس هو أنه يكون هناك تغيير للنظام، هذا أمر مفروغ منه، مشروع، فهمت؟ وحنا رانا معاه. ولكن باب الرأي دوك كي تخرج، دوك تخرج الناس تعيط، ومن بعد تروح تجي في الدارك وقعد ما درت والو، فهمت؟ هما دوك راهم عندهم هاد الجماعة اللي راهم دركم في الجيش، راه عندهم في القاعة نتاع العمليات، راه عندهم تقارير تجيهم عبر 48 ولاية. الولاية قال الفلانية ما كان والو، ما كان حتى حراك فلان. الولاية الفلانية واش راه عندهم، عندهم جهات الأمنية وكذا جيب لهم تقارير. قال واش؟ قال مثلا في الولاية الفلانية، قال والله مجموعة من الشباب هكذا حركوهم منا ومنا وخرجوا والناس تبعت، فهمت؟ عندهم تقارير. ها هم بعد واش راهم يفكروا؟ عندهم راهم ناس دخلوا معاهم، راهم ناس يجمعوا معاهم، ناس يقعدوا معاهم. قال واش الناس هذو واش راهم يفكروا؟ قال والله راهم معولين على الجلد باش يزيدوا نهار واحد آخر، فهمت؟ دوك هما لما تكون عندهم على مستوى في قال مثلا الولايات، من بعد هما يتصرفوا وفق المعطيات اللي راه عندهم، راهم الان راهم يتبعوا فينا، فهمت؟ يتصرفوا وفق المعطيات اللي راه عندهم، من بعد هما يا الأخ يتحركوا روتين، على اساسها. هذا مفروغ هما منه. المخطط الاول، المخطط الاول اللي راهم يمشوا فيه نتاع واسمه الاستمرارية ببوتفليقة، مشاو فيه. درك انت تقول لي باللي خروج نتاع اليوم راهو احبط هذا العهدة الخامسة، انا نقول لك باللي مانيش متأكد، فهمت؟ يا الأخ هذا روتين، راه صرخة نتاع شباب، هاي كما قلت راها النفسة الأولى، ممكن اذا لقيت ناس النفسة اللي الأولى اطروها، فهمت؟ اذا لقيت الناس اللي اطروها ولقيت الناس اللي وجهوا والناس اللي يعرفوا هذا النظام، وفيما بعد قال مثلا يصير فيه حراك حقيقي ومنظم مؤطر فيما بعد ويستمر من بعد لربما. اما اذا كان تعتقد من انه اللهم الا اذا كان راني قلتها انا في التسجيلات وقلتها كتابة، اللهم الا اذا كان فيه ناس راهم داخل الجيش راهم هما يبحثون على غطاء شعبي، انت راك اعطيته لهم، فهمت؟ من بعد هما راهم قال تحوسوا على بوتفليقة، يروح بوتفليقة للبحر. ومن بعد اسكن انت راك ضد، راك انت خاطر كاين بعض من الناس لما انت تجي تحكي هكذا يقول لك مالا انت مالا ماكش مع ذهب بوتفليقة. يا انا بوتفليقة بالنسبة لي ميت، انا راني نحوس يروح النظام، يا يروح مع القايد صالح، يا يروح مع طرطاق، يا تروح مع العصابة كامل هذه اللي راه كانت مركع الشعب. هذا اللي راهو درك هو راهو ضد بوتفليقة ويعيط للقايد صالح، القايد صالح تحرك تحرك. هذا انا ننتظر منه باش يدير لي تغيير. اش من تغيير يا راجل؟ اش من تغيير؟ تغيير هو لا انه هو انه تغيير نظام كامل يروح، فهمت؟ هذا هو التغيير، نظام كامل يروح، تشوف وجوه جديدة، تشوف كوادر، تشوف إطارات، تشوف تغيير في كل القطاعات، في كل المؤسسات، فهمت؟ تغيير في النظم، تغيير في العقليات، تغيير في الأدوات نتاع التسيير، هذا هو التغيير. أما أنك أنت تروح أنا ما رانيش نقول لهذا الناس راني نخبط فيهم والله، لا 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 لا، أنا راني كنت حذر ومازالني حذر، كنت حذر. هو أنه كنت النادي باش الناس دير الحسابات تاعها، خاطر علاه دوك هذا الحراك راها الناس راها تتربص. جماعة اللي راهم قلتها شحال من مرة، كاين الناس اللي هم لا يؤمنون بالانتخابات، فهمت؟ لا يؤمنون بالانتخابات، بالتالي درك راها جات هذه الفرصة، راهم دوك هما يتربصوا كيما الذئب هذاك ولا الضبع هذاك اللي راهو ينتظر وقتاش تطيح الضحية، هما راهم ينتظروا. كاين الناس اللي راهم درك هما قريبين من السلطة، راهم قال مثلا في الصف الثاني ولا الصف الثالث، راهم ينتظروا. قال بوسي الجماعة الأولى، سؤال بوسي الصف الأول يطيح ويجي انت في بلاصتو،
والله هذا الناس اللي راهم خارج من السلطه نفس الشيء، راهم ينتظروا هما على جال بوشمو، لانه راهم عندهم هما ناس داخل السلطه، وعندهم ناس داخل المؤسسات قادرين يتحركوا. اما انت تخرج انت كشاب، راني معاك في المطالب نتاعك، راني معاك في المطالب نتاعك، تخرج انت كشاب تصرخ تنادي انت بذهاب هذه المجموعه ولا بس، ولكن ما عندكش حتى قوه ولا ادوات اللي انت تغير بها. خطر علاه درك هذو هما اللي راه في يدهم الشرطه ويدهم الدرك ويدهم البنوك ويدهم الموانئ ويدهم المطارات، وراهو في يدهم الاعلام، فهمتني؟ وراه دوك السلك الدبلوماسي كما راني نقول لك، وعندهم العلاقات الدوليه، وراها فيها حراك، راها فيها بنوك، راها في الخارج، راها فيها اموال، راها في الخارج، فهمتني؟ دوك انت راني معاك، انت راه المطالب نتاعك مشروعه، راك تحوس على التغيير، راني معاك، رانا في نفس الخندق، لكن كيفاش انت تحافظ اولا على هذه نقولوا مكتسب، فهمت؟ هذا الحراك هذا رانا نقولوا مكتسب، كيفاش انت تحافظ عليه، تبقى انت محافظ على هذيك الشعله على جال باش ما يطفيوهاش، كيفاش انت فيما بعد انت تفرض واقع على هذا الناس؟ قال مثلا دوك فرضا لما يكون فيها حراك شعبي، ومن بعد قال مثلا راهم كاينين ناس مثلا من هذا تاع الحراك الشعبي قال يطالبون في ولايات مختلفه، قال احنا نثق في معارضين الفلانيين، قال هذا الناس احنا رانا نثقوا فيهم منذ سنوات مثلا، وهما راهم قال مثلا مناضلين وثابتين على المبادئ نتاعهم، قال احنا نطالب على جال باش هذاك الناس في حاله التفاوض يتفاوضوا مع هذا الناس اللي راهم هما في السلطه، وتقدر انت فيما بعد. اما انك انت تروح تمشي لي مع احزاب اللي كانت تاكل معاه وتشرب، وكانوا هما الخطابان تاع النظام، من بعدك هو يدخل لك في مسيره ويصير لك فيها معاها واسمه انت، يوم من بعد شمو راك رايح انت تعطي لهم، تسمى انت هو يضربك منه وانت تدور له خدك الاخر، فهمت؟ نعم يا الاخ، نظن الشعب ثاني راه واعي بزاف على هذه المسائل اللي راك تتكلم عليها، خصوصا يعني مع وجود الانترنت وبعض الوسائل تاع الشبكه العنكبوتيه. نظن هو يعني أخ الامل. محمد، نعم يا اخ، راهم فيه مجموعه بزاف راهم ينتظروا، نحاولوا ان نختصروا باش نعطيهم الكلام. ما في مشكل يا اخ نور الدين، حبيت نختم على حاجه واحده برك. والله يا الاخ نور الدين، انا يعني عندي امل، ما نقول 90%، بصح عندي امل 20% ان شاء الله، بلاك هذه الحركه تاع اليوم راح يصير شويه تغيير على مستوى السياسه الجزائريه، والمعارضه ثاني بالك يعني نوضوا يفوق شويه. والسلام عليكم، وجزاك الله خير على المجهود اللي راك تعمل فيه. ربي يبارك فيك الأخ محمد، شكرا، الله يبارك فيك الأخ محمد. شوفوا ترى هذا الأخ حسن، يا الأخ حسن، أخ حسن راهو عندك، أنا حبيت باش نطلعك الأخ حسن، راهو عندك بلوكاج الأخ حسن. شوف الأخ حسن، إذا راك تتكلم بالهاتف النقال لازمك تستعمل الهاتف النقال، تدخل من خلال لابليكاسيون تاع الفيسبوك وتكون مشغل ازرار هذوك لي بوطون، الاكش ما راه الا راك بالهاتف وراك ما قدرتش تدخل، عاود دير واسمو ريستوراسيون للتليفون وعاود ادخل، على جال باش انت دير لي بارامتر هذوك ديرهم بار ديفو باش تقدر تدخل. راني حاولت باش، والله ربما راه عندك ثم بوطون راك مطفيها، شغلها ومن بعد باش تقدر تدخل. الاخ حسن شوفوا ترى هذا الاخ عبد الخالق، الله يبارك فيك الاخ بالحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ عبد الخالق. كيف حالك أستاذ؟ والله لبس الحمد لله، وش راك تايه؟
الله يبارك فيك. استاذ حبيت يعني نعطي رايي في عجاله حتى ما فيش مشكلة، نعطي تفضل. الوقت للاخوه. شوف، اولا يعني بالنسبه للامل، الامل موجود يعني من ناحيه تغيير هذا النظام وعوده الجزائر باذن الله يعني احسن من السابق، وبناء دوله جديده وفق مجتمع وتكون في مقدمه الدول، هذا ما ينزعش فيه اي احد. ولكن نأتي إلى طرق التغيير، وإلى نأتي كيف يعني تجسيد هذا الأمل اللي ما زال في الجزائريين. أولا يعني لا يخالف يعني أي أحد في مسألة أنه الذين قاموا بالمسيرات اليوم هم لديهم مطالب مشروعة، مطالب مستحقة، غضب مشروع، هم يعني من أبناء هذا الشعب، هذا مفروغ منه. ها، ولكن أنت بش يعني هل تنظر إلى قريب أم تنظر إلى المستقبل وإلى البعيد؟ إذا أنت تنظر إلى المستقبل البعيد، حنا لازم نشوف يكون عندك، البيت. بارك الله فيك، لازم يكون عندك أسس، ولازم يكون عندك قواعد، وكل حاجة راهي مخططة. أما العشوائية والفوضوية والغضب هذا غير الممنهج غير المؤطر، راح يديك إلى مسافة قريبة وراح ينقطع. يعني في أسئلة يعني يستطيع أي شخص أن يتساءل عليها في مسيرة اليوم. ما الأهداف في هذه المسيرة؟ واحد يقول لك مثلا بقاء يعني ذهاب بوتفليقة، هل سيذهب بوتفليقة أو يوقف العهد الخامسة بمجموعة من المسيرات؟ راهم شفت في التسعينات وش داروا، راهم راهي دولة تقول لك حتى الممات راهم يعني باقين في السلطة. هذا شيء. ويعني الشيء الثاني راهم غير عابئين كذلك، والشيء الثالث راهم جماعة في الخلف راهم يتربصوا. وهذه المسيرات قد لا تخلو قد من الاختراق، راكم انت مثلا راك تقول سلمي، راهو طابع المسيرات سلمي. اوكي، تجي السلطة تقول خلاص هذو راهم سلميين، دخلهم جماعة، راهو مثلا واحد يعني يحرق عجلة، واحد مثلا يعني يروح يكسر حاجة، فبالتالي تصبح مسألة عنفية، تصبح فبالتالي راح يعني راهم عندهم أساليب شيطانية راهي تخترق هذه المسيرات وما هيش تنجح. الشيء الثالث هو يعني امتطاء أو ركوب الجماعة هذه التي هي تسعى إلى السلطة، ولا يساعدها الانتخابات، هم أقلية لا تساعدهم الانتخابات، ويعني وبالتالي الشعب ما هوش يعترف بهم، فبالتالي راهم يعني هؤلاء الذين يعني ذهبوا في هذه المسيرات راهم يهيئوا لهم الأرضية، راهم يهيئوا لهم الأرضية باش يوصلوا الحكم والتغيير. إذا وصلوا الحكم ما يصيرش إلا بعد عشرات السنوات. فبالتالي يعني خلاصة الأمر أنه المسيرات هذه مطالبها مشروعة، ولكن الأسئلة المطروحة إلى أين هذه المسيرات؟ ما الأهداف منها؟ يعني الآن مثلا أي مشروع أو أي مكتسب كما قلت له نقطة بداية وله نقطة نهاية، أين نقطة النهاية؟ هل هو منظم؟ هل هو ممنهج؟ فبالتالي هذه موجات غضب، من الأفضل لو تؤطر وتقودها شخصيات، مثلا يقال هذه المسيرة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، أي واحد يخالف ما عنده علاقة به، ما عندهم علاقة به، من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، يعني عندهم خيارات متعددة، شخصيات قد يتفاوضون مع السلطة، فهذه راهي تنجح. أما الفوضى والعشوائية راهي تؤدي إلى مسافة قصيرة وراهي تنقطع. وشكرا الأستاذ، ومبقي يعني المجال للإخوة الآخرين. نعم، شكرا الأخ عبد الخالق. نزيد ترى نعاود نجرب معك الأخ حسن، لربما نفس الشيء. الأخ حسن، مازال عندك بلوكاج في الخط تاعك؟ شوفوا ترى الأخ إسماعيل، أخ حسن مازال عندك البلوكاج. شوف لي بارامتر تاع الهاتف تاعك، بالك ربما راك كاينه واحده من لي بارامتر راك غالقه نتاع اللوكاليزاسيون هذيك. اعتقد اخ اسماعيل، مرحبا بك. سيدي ترى شوفوا نفس الشيء الأخ حسن. ترى هذا سيد علي.
أخ سيدي علي ألو، السلام مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفاش مرحبا أخ؟ بك. والله لاباس الحمد لله. أنت راك معكم الله صافا؟ يسلمك شوية. الحمد لله، الحمد الله لله. يبارك والله فيك. أنا عجبتني الفكرة تاعك، عجبتني سمعتك، والله عجبتني بالبزاف كاع. أنت يعطيك الصحة، بارك الله فيك الأخ. نعم، ألو. أني نسمع فيك. لا عجبتني انا الشعب الجزائري، انا كما المظاهرات كما تبعتها بزاف وعجبتني بزاف هذه المظاهرات. وكما نقولوا انا نسكن في الجي، نعم، انا نسكن في الجي، وشفنا بزاف الظلم سوتو في الدوله من 99، من 99 وحنا نشوفوا الظلمه هذه، هذا الظلم. نشوفوا بزاف الظلم، ونشوفوا بزاف حقرا، ونشوفوا بزاف في كل شيء حاجة. أمر سوتو مفروغ كيما منه، نقولوا أمر السكنة، مفروغ منه هذا. هذا بصح أمر مفروغ سوتو منه، كيما نقولوا اسمه شغل السكنة. هذا من المسلمات. فهمت الأخ سيدي علي، هذا أمر من المسلمات. الناس راها كرهت من الظلم، من الحقرة، من التهميش، من بني عميس، من العنصرية. هذا أمر خلاص، من الرشوة، فساد بشتى الأخلاق، الوسم يعني الأنواع نتاعو. هذا أمر مفروغ منه. احنا درك الآن نحوسوا، راه عندنا تجارب، عندنا تجارب مع هذا النظام. درك هذا الإنسان اللي راهو يعتقد من أنه تغيير بوتفليقة بشخص ثاني، خطر أني سمعت ناس يقول لك أخويا احنا جيبوا لنا واحد يهدر. فهمت؟ ما ولاتش درك راه قال لا مثلا لا راه شوي، جيبوا لنا واحد يهدر، وجيبوا لنا واحد يمشي، وجيبوا لنا واحد نشوفوه. هذا اللي يفكر كيما هكذا، ما بس سامحني. خلي كيما نقولوا، خلي الحكم للشباب، خلي الحكم الناس كيما نقولوا تشوف النور، خلي الحكم تشوف ان كاين الناس الله يبارك مثقفين، كاين الناس طالعين عندهم نيفو، كاين بزاف الناس كيما نقولوا وعي، كاين طباء، كاين زافوكا، هاو كيما نقولوا عندنا بزاف الناس الله يبارك، ماشي غير كيما هما، كاين الناس كاع عندهم واش لي بريزيدون طالعين صغار، كان الناس بزاف عندهم بيزي واسمه الحكام الله يبارك، كان الناس خدموا بلادهم. ها كيما نقول الترك شو الله يبارك، اندونيسيا الله يبارك، تونس الملوك ابك بلي الملوك يخر منا، تونس يخر منا، يبدو هو البلدان انه كاع راه يخر منا، احنا الدينار تاعنا الانترنت ما كانش في الجزائر، لا حسب ايه ولا حطمه. ها واسمه كيما نقول الدينار تاعنا، شو الدينار تاعنا ظل يطيح، ديمودي سكنة نحط الدوسي، المير واش يقول لي، المير واش يقول لي، يقول لي ما كاش اصبر، ما هكذا جريت على السكنة، للآن ما عندنا السكنة، للآن الميزيرية النور كاع ما شتوش، في عام اني 40 سنة النور كاع ما شتوش، انا حياتي عقبها كاع هكذا، اسكن حياتي كاع عقبها هكذا. هما شوفي هما بك شوش عندهم ولادهم بك وين يقراو، ولادهم بك وين يداروا، حنا يا اخي الجزائريين حنا نخدموا للبلاد، لازم هذا يرحم في هذا، كيما تخمم على روحك تخمم على روحك، واسمه علاش واسمه كدموا واسمه. انا الحمد لله صح الشعب نشكره بارك الله فيه، الشعب ناس سلميين بارك الله فيك، بصح لازم الشعب قينوط ما يحبش سلميين باش هذا النظام يطيح، ولازم هادو باش يروحوا لازم تجو سلميين، تجو سلميين يبقاو ينوضوا دائما باش خطره، وما يزيدش ينوض الشعب هذاك ما دار والو. بالنسبه لي انايا والله اعلم، ما بالنسبه لي الشعب لازم يحبش، وتوجو سلميا، توجو سلميا ما يكسروش بارك الله فيهم، خاطر هذه بلادنا لازم تحافظوا بها، بصح ما النظام توجو يخلع في الشعب، تولي كيما سوريا، تولي كيما ليبيا، هذه كاع ما كانش منها، الشعب مثقف الله يبارك وبارك الله فيك بزاف، وربي يستر كيما نقولوا بلادنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا للأخ سيد علي. نشوف ترى هذا الأخ إبراهيم. أخ إبراهيم، عندك كم بلوكاج في الهاتف نتاعك؟ شوفوا ترى هذا ياسر، يبدو هو أنه وقيلا راهو الخط في البلاد ضعيف، ولا قطعوا لهم الانترنت.
لحسب الحطة وقيلا بالك راه مقاطعين لهم الانترنت، راني نشوف الفيسبوك العشية هذه ضعيف بزاف. وعليكم السلام الأخ خالد. أخ إبراهيم وعليكم السلام، راني طلعتك ولكن يبدو هو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك، عندك بلوكاج ولا رفيق مني راك تعيط رفيق بن جلول. يشوف لي بارامتر تاعك الاخ ابراهيم، شوف لي بارامتر تاعك بلاك راهو عندك بوتورك مغلقها تسمى ما تقدرش تطلع. الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بالليون نفس الشيء راهو عندك. اخ جمال صباح الاخت فاضلة. اخ خالد مرحبا بك. اخ خالد مانيش فاهم انا هذا الناس هذو اللي يطلبوا على جل باش يطلعوا ومن بعد مانيش عارف وش ما عندهم طريق واحد اخرى ولا شوفوا ترى هذا عبد الرحيم. ايوه ما الذي هي على بها راه واسمه قطعوا الانترنت. هاو الاخ ياسين يقول لك كاينه. السلام اخ عليكم أخ واسمه نور الدين. وعليكم السلام مرحبا بك الاخ عبد الرحيم. كيف الحال؟ كاين اخوه راهم يقول لك كاين ناس اللي يقول لك باللي ما كانش الانترنت راهم يطلعوا عن طريق واسمه طريقه واحده اخرى تاع يستعملوا في لا رانا يا جماعة لوروب لا رانا كونيكتين باسكو كي بديت اللايف كنت فايت ايه 100 ما ثم ودرك راهم هبطوا راك واسمه هبطوا 50. جماعة الجزائر راهم راحوا قطعوا ليهم الماء والضوء والتليفون والانترنت قطعوا ليهم كلش. المهم ندخل في الموضوع اخ نور الدين. نعم تفضل الأخ عبد الرحيم. دوك المظاهرة تاع اليوم كانت ناجحة، انا بالنسبة لي ناجحة بنسبة 100%، ورانا فضحنا الفاسدين من قنوات الاعلام تاعهم اللي ما تكلموش ولا كلمة، حتى في الليل قاعد يقولوا مظاهرات مطالبة بالتغيير والإصلاح. زعما رانا شفنا الوجه الحقيقي تاعهم، ولكن لازم أنا بالنسبة لي لازم نخمو سايل هذه الأولى، ومازال طريق طويلة أخ نور الدين. لأن لازم نخمو في المظاهرات الثانية والثالثة باسكو باه نطيحوا النظام، ما نطيحوش في نهار واحد. يبغى التغيير لازم مظاهرات شبه يومية حتى يوم الانتخابات إن شاء الله، ولا حتى يطيح النظام إن أخ شاء عبد الله يا الرحيم ربي. صبر أنا صبر راني صبر متفائل. برك صبر تشوف برك. كاين وين واحد مرحبا الأخ ترمز للاسم نتاعك بدلاوي ولا مش عارف. سلام كنت رافض المظاهرات. واش نقول لك انت والإخوة اللي راهم كيما انت، والله العظيم مرات غير الواحد يشفق على الناس هذو. يا راجل إذا كان عندك الراس تفكر بيه، راهو عندي 18 سنة أنا في الخارج، أنا ما يجيش واحد يهضر لي على بوتفليقة، أنا راني أول الضحايا نتاعو. فهمت؟ أنا راني كنت ممنوع من النشاط السياسي في البلاد وراه عندي 18 سنة. روح ادخل اليوتيوب اسمع واش هضرت أنا على بوتفليقة. أنا لما راني درك أنا عندي تحفظات على هذا الوسمو، عندي تحفظات على المظاهرات، تحفظات لأنه راني نعرف هذا الخبث وهذا المكر نتاع هذا الناس اللي راهم هما
يشتغلوا في النظام واللي راهم يسعوا من أجل البقاء نتاع هذا النظام. أنا نتحفظ لما درك أنا نقول ناس عجل باش ما يزيدوش، المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. راه الناس تلدغت، يا الناس ماتت، يا الناس سجنت، يا الناس تنفات. أنا مانيش حب، أنا عندي 18 سنة وأنا لاجئ في أوطان الناس، يجي أنا واحد من لافامي يصرى له كيما صرى لي أنا. مانيش حب أنا واحد هو أنه يروح يكلحوه، فهمت، في قضية تاع تحزب ولا قضية واحدة أخرى. دوك أنا لما راني درت أنا تنبيهات ولا تحذيرات لبعض الناس، هل هذا فيه عيب؟ هذا قال ودي بالاكم، انا راني مع التغيير الحقيقي البارح واليوم وغدوه، ولكن بالاك احذروا، راه كاينين الناس يتربصوا، راهم كاينين الناس راهم يسعوا من اجل باش يسرقوا التضحيه نتاعكم الى غير ذلك. وين راهو التناقض والله، وين راهو الوسمو؟ ماني لا متناقض ولا هم يحزنون. تفضل الاخ عبد الرحيم. هو الاخ نور الدين، دوك انا نزيد اكمل لك. دوك لازم نخمو في المظاهرات يوم الثاني والثالث والرابع، لازمنا نضم روحنا، لازم الشعب الجزائري ينضم روحه. هذا ما بغيت نقول لك. شكرا للاخ عبد الرحيم. بس نشوفو ما يفوت بالاشي أبك الأخ والأخت فضيلة. متفقين. شوف نقول لك الأخ عبد الخالق، هما كاين ناس داخل الجيش وداخل المخابرات وداخل الشرطة وفي كل المؤسسات نتاع الدولة الجزائرية وحتى الناس في الخارج، راهم في القنصليات والله اسمه، كاينين الناس اللي شرفاء. وأنا دائما عندما أبتدئ الحديث نتاعي في التسجيلات نتاعي المختلفة دائما نبدأ بالتحية نتاع كل الشرفاء داخل الجزائر والإخوة اللي موجودين في الخارج، دائما نبدأ بها. درك هذا الإخوة درك الآن راها بدات تتهيئ لهم الأرضية، بداو يشعروا لما انت الشعب الجزائري يتحرك، لما يتحرك هو على مستوى 48 ولاية، هما يبداو يتحروا من عقدة الخوف. ولكن هذا لا يكفي، هو أن الناس تخرج ومن بعد تروح ترقد. لازم هذه الشباب اللي راهم درك هما متعطشين الحرية، متعطشين العدالة، متعطشين لدولة قوية، دولة عزيزة، دولة مكرمة اللي هي تحتضن الأولاد نتاعها واللي تعطي الحقوق للناس الكل. احنا رانا نتقاطعوا كثير من الأشياء، لكن هذا الناس اللي راهم شرفاء لما هي تهيئ لهم الظروف وما يتحركوا في الوقت المناسب بالطريقة هذه. درك لما تكون ماهيش منظمة، ماهيش مهيكلة، ماهيش مأطرة، الانسان اللي راه منظم، الانسان اللي راه مأطر، هو اللي فيما بعد راه رايح هو يسيطر، فهمت. دوك هذو اللي راه عندهم قنوات فضائيه وما يصيروا يوجهوا في الناس. لذلك درك هذا الشباب ما لازمش نتوما تخليوا الامور هكذا كيجيو. قال مثلا لازم تنظموا رواحكم، قال مثلا مجموعه في ولايات مختلفه تنسقوا مع ناس اللي نتوما تثقوا فيهم ويكونوا فعلا ناس معارضين ويحوسوا على تغيير حقيقي، مش انت هذه انت تغيير بوتفليقة. بوتفليقة اعتبروه من الموتى، فهمت. ما لازمش الانسان درك هو يراهن على قال انتخابات رئاسية ويجي ينحيوا لك بوتفليقة ويجيبوا لك واحد اخر ربما يخرج اكثر من بوتفليقة. هاك تشوف في تونس، في تونس راحوا هما عجل باش ينحيو هذاك بورقيبه، داروا بن علي اللي شرب لهم الخز، فهمت. ونفس الشيء راه حدث في الجزائر.
نفس الشيء راه يحدث في الجزائر ويحدث في دول واحدة اخرى. درك هذا الشباب ما لازمش انتم تخليوا الامور تبقى هكذا سايبه، لابد من تاطير اذا كان فعلا تحوسوا الى تغيير حقيقي. خطر هذ الناس اللي راهم درك هما في السلطه، تذوك لما تعطي الفرصه قال درك راه دوك مثلا هذا لقى يتصالحوا معاه، لقى يتصالح راهو معاه بوتفليقه، ويحيى راهو معاه، والجماعه اللي راه معاه. انت دوك لما تعطي الفرصه انت للقى يتصالح والانتوراج اللي راهم دايرين به، من بعد باب الراي واش راه يدير لك هو؟ قال درك ها هو بوتفليقه راهو رايح لجنيف ولا هذيك، قال اودي الله غالب حنا راه مطلب شعبي وهذيك والله غالب، واش راه دير؟ يلقى يتصلح راه يتحرك. او الامريكان وفرنسا وهاد الدول اللي راها درك هي راها عندها سلطه، راك عم بالك انت باللي غير واسمو. جيب انت واحد دوك يطلع واحد اي فرضا دوك طلع يلقى يتصلح، الامريكان ما تعترفش به، يروح السفير ثم يقول له هز بقطاش تاعك واحكم الطريق، تبعث انت سفير ثم باش يعتمدوه ما يعتمدوش. فرنسا نفس الشيء، المانيا والاتحاد الاوروبي يمشيوا كامل، تروح لدول الخليج كيف كيف سكروا عليك، سكروا عليك الطريق. عمك انت السلطه هذه نحب تفليقها من الكرسي وقعد فيها والله، او لازمك تكون تعرف النظام كيفاش راهو راكب، لازمك تعرف المجتمع الدولي هذا كيفاه راهو راكب، او راه ماشي نتاع نحي واحد وقعد في بلاصتو. لابد هو انه هاد الناس تكون مؤطرة وتكون تعرف هذه المسائل على جد باش تلقى حل اللي هو يخرج الجزائر من الازمة نتاعها وينقلها الى وضع احسن، ماشي انت تروح دوك انت حتى بالكادر هذا اللي راه دوك بوتفليقة ولا بالكروسة، ولكن راه ولو شبه دولة اي غدوة تروح لك خلاص. لذلك درك الناس قبل ما انت تفكر في شيء لازمك انت تكون داير له حساباته. انت درك انت هاد الناس راني قلتها انا منذ ايام، تلقى روحك بالك تخدم في ناس، تارك تروح دير انت مظاهرات وانت تخدمو، ها غدوه دوك جماعه يدخلوا قال مثلا هذو اللي راهم في السلطه يتفاهموا مع جماعه نتوعهم، قال مثلا يعرفوا جماعه نتوع الاحزاب ولا هذيك، قال اودي شوفوا ترى كيفاش تسقدوا الامور وارواحهم نلقاو طريقه والله هذيك، ويدخل راسك انت في حيط انت تتعب. شوف 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 الناس في مصر جماعه تحركوا ماتوا داروا مظاهرات ومن بعد جا السيسي يركب عليها. نفس الشيء صرا في تونس، جماعه جرات وطلعت وهبطت وفيما بعد جا هذاك السبسي هاو ركب عليها. لذلك لازم الانسان لما هو يحاول على جل باش هو يسعى للتغيير، مش غير هكذاك برك يمشي برك ويجري برك. لما احنا ذكرنا مره على مره نوجهوا بعض التنبيهات هكذا ولا التحذيرات، مش معناتها باللي احنا ذكرنا تكوينا بهذه المأساة وتكوينا بالغربه. واحد ربما راهو في الجزائر بالك عمره لا خرج من الولايه اللي راهو ساكن فيها، رانا تكوينا، وبالتالي ماناش حابين احنا نزيدو نضيعو وقت واحد اخر. هذا النظام نظام غدار، نظام خداع، وقادر هو يعقد معاك صفقة اليوم وغدوة يدور عليك في الطريق، قادر هو يجيبك هاك تشوف فيه من ذكرهم كاين بعض من الناس قناة فضائية دير لك مقلب تجبدك وتدخل لك راسك في حيط. لذلك لازم الواحد يكون يعرف النظام هذا مش غير هكذاك برك. شوفوا ترى الأخ ايوا الأخ الصديق، شفت كيفاش هاك وليت رجعت ليها تاع القضية تاع الثورات المضادة، شفت؟ ايه حنا رانا حكيناها في البداية تاع هذاك الحراك هذاك لما داروه في تونس. ايوا الأخ إبراهيم المرة هذه نورمالمون تطلع، وقلنا لهم باللي راه فيه عمليه نتاع اجهاض. اخ ابراهيم السلام عليكم. الاخ كريم وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم، نراك تكلم فينا. بارك الله فيك، يتكلم من المانيا.
مرحبا بك الأخ إبراهيم. بارك الله فيك. والله الأخ الكريم، هذه المظاهرة اللي عملوها اليوم الشعب الجزائري شوف فيها مبادرة خير. نعم يقول لك تفاؤلوا خير تجدوه. إن شاء الله تكون هذه المبادرة اللي بداوها تكون مليحة. شو ولا كاين واحد النقاط لازم يتركزوا عليها إن شاء الله. الحاجة الأولى اللي نجم ننصح بها الإخوات تاعنا والأخوان، لازم تكون هناك تنظيم. هذه الحاجة الأولى، هي الأولى بدات عشوائية، هي ممكن الأولى تلونسات هكا في الإنترنت، وهذه هي الضربة كما يقول لك المليحة. دوك راه كاين إنترنت، ما راهش كاين كما بكري كان يكتبوا علينا في القنوات تاعهم، كل واحد ويلغى بلغى كما دروك. دروك كما يقول لك أي واحد في الجزائر ولا أي واحد راه عنده تليفون، راه صحافي، راه يمثل، راه يقدر يصور، راه يدير أي حاجة، راه يوري الوضع شكاين. نعم شن نتمنى ان شاء الله تكون كاين تنظيمات. كاين حنا عندنا ما شاء الله كاين ناس عندهم في راسهم، وعندهم ناس كيما نقولوا عندهم نظرة للمستقبل. نعم وانا بالمقابل كيفاش نشوف هذا النظام هذا؟ هي سيفري كيما كنت تهضر انت دروك تتبع الكلام تاعك، هذا النظام شابان، وهذا النظام كيفاش نقولوا احنا عليه، احنا على خرجنا من البلاد، خرجنا ما لقيناش معاهم حل، يعني ما يتعاشرش هذا النظام هذا. يهضر معاك هاك ومن بعد خطوه خطره الخطره الجايه هاك، هذا الكلام مفروغ منه، راهي باينه منه. لابراف ديجا غير من داروا مظاهره، داروا الحاجه كيما نقولوا باش يبينوا، باش تقيم التقييم تاعهم لو كيفاش شوف هما شوف راهم نعطيك يفكروا. نعطيك حاجة من الواقع. واه شوف في التسعين تسعين تسعين واحد وتسعين في 91 الفيس كان برا، واه مسيرات تجمعات اعتصامات برا، امم حزب منظم وناس معروفين وحزب معتمد، قال والله الشيخ عباس يا علي بالهاجة والدير، راح نلقاو طريقة كيفاش احنا نحبسوا الإضراب هذا وخلاص، رانا اتفقنا المطالب نتاعكم اللي راكم طلبتوها احنا رانا قابلينها وفكوا علينا الاعتصام هذا والإضراب هذا، والدولة راها ضرت وعلى بالك بلي راه كاينة أزمة اقتصادية وكذا 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 وكذا، يعني فكوا علينا الإضراب هذا وبسلامة بالعافية. اه اعلنوا انهاء نتاع الاضراب، لما اعلنوا الانهاء نتاع الاضراب هزوهم، ضرب فيها علي بالحاج 12 سنه في الحبس، كي هو كي عباس مدني، والجزائر دخلت في الحيط. هذا النظام غدار، فهمت؟ عندنا معاه تجارب، نظام غدار، دوك انت يروح لك بوتفليقه يجيبوا لك واحد اخر، هذو راهم درك هما راها دوله دخل دوله، الا ما راح لك انت الصف الاول يطلع لك من الصف الثاني، مجريين. اه كون ما فهمتك. يكونش فيه عمل منظم عمل مؤطر والناس اللي راهم درك هما معارضين فعلا، والمبادره تكون خارج النفوذ تاع السلطه، خارج النفوذ تاع النظام، ويكونوا ناس فعلا يعني كيما يقولوا قدها، والله ما تدير لا تغيير لا والو، تقعد تمشي انت اجري عيط، والله لا على بالهم بيك. والله الاخ صحيح الكريم هو انا انه شفنا صحيح هو انه راهم نقول دوك مثلا شباب هكذا، هو انه راهم خرجوا كسروا هذا الحاجز هذا نتاع الخوف، بينوا باللي راه الشعب الجزائري مازال حي، فهمتوا، راه قادره تنوض جحافل واحده اخرى، اذا كان راكم تعتقدوا من انه شخصيات قتلتوهم والله شخصية هممشتوهم والله هجرتوهم والله كذا، وتعتقدوا من انه خلاص قطعتوا عليهم الطريق، راه قادرة تخرج شخصيات واحدة اخرى، فهمت؟ مليحة تسمى، فيها جانب ايجابي، ولكن مع ذلك لابد هو ان الانسان ياخذ الحذر نتاعو، ياخذ الحذر نتاعو، راهم قادرين وهم راهم داخلين معاك في المسيرة، وراهم مهزين معاك نفس الشعار اللي راك هزو انت. الاخ الكريم، والله انا نشوف فيها ملو كما قلت لي نتايا، يعني من 91 لدروك راهي شحال من عام دروك. يعني الشعب الجزائري راه دا نظره وراه دا تجربه، كما يقول لك المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين.
يعني رانا عرفنا من 91، رانا عرفنا كيما كنت قلت تذكر در وقتها شو حشاها لهم وقال لهم روحوا نتصالحوا معاكم، ومن بعد وبعد بقاو يجبدوا فيهم بالواحد ويعتقلوه فيهم ويقتلوهم واللي داروا هادو باينين بالاخر. نظن باللي انا الشعب راه تعلم، راه تعلم واحد الصوالح. هي سيفري الشعب موراها بقى خايف، دا واحد النظره ولا خايف وكاع. كاين واحد المثل بسيط غادي نبدله الشعب الجزائري، تخيل باللي انت عندك ولد ولا عندك واحد يخدم معاك ولا وراك مستحق راه هذاك الواحد، كل يوم تضغط عليه، كل خطره تضغط عليه تضغط عليه، غادي يجي واحد النهار غادي هذاك الخوف ما يبقاش كاين. انا نظن باللي هذا الوقت اللي رانا وصلناه دروك، كيما نقولوا هذاك الخوف صاي ما بقاش دروك، ما بقاش كيما نقولوا تتخاف، كي تعرف روحك بالك. الناس اللي خرجت ما نقولوش باللي سلكنا احنا، احنا ما سلكناش حنايا، احنا خلينا بلادنا خلينا وقال مالغري اننا عايشين هنا القلب تاعنا مازال راه في هذيك البلاد. لا بريف، واحد في الخدمه كاع النهار هو شاد في التليفون ويستغل شال الاحداث اللي راهي صاريه وكاع. شنو حبيت نقول لك باللي الحاجز تاع الخوف والمهابه اللي كانت صاي ما تشوفهم، ما تشوف ما ناش نشوف فيهم باللي هادو دوله، نشوفهم باللي هادو عصابه، هادو سكير كما كان يقول لك شوف نقول لك الاخوه هادو اسمع، اصبر تشوف، شوف اصبر تشوف. كاين الاخ سعدي ربي يبارك فيك وربي يحفظك ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعطي لك واش تتمنى. الاخ مهدي قلت لي الحل واش هو، همكش مش الاخ مهدي، شكون اللي قال لي؟ كاين واحد اللي طرح لي سؤال قال لي الحل. المهم خطر التعليقات ساعة ساعة يروحوا هكذا. الأخ اللي اقترح واسمه طلبت مني على جلب شيء وش هو الحل. شوف درك هذا الحراك راه موجود، يقدروا درك. أنا دائما دائما واسمه تسمى المشروع هذا نتاع المصالحة يعني ناظر ليه نظرة عميقة، يقدر هو يتأقلم مع الأوضاع. يقدروا درك هذا الناس اللي راهم في الولايات يكونوا نواة في كل ولاية، مجموعة هذو اللي راهم يخرجوا يشوفوا ناس ناشطين، ناس عندهم وعي عندهم مستوى، يقدروا غدوة فيما بعد هما يفاوضوا يعني على جال باش يتناقشوا في مواضيع مختلفة سواء سياسية ولا اقتصادية ولا كذا، تتشكل نواة في كل ولاية. فيما بعد هذا الناس اللي راهم في الخارج راهم موجودين، كاين بعض الناس اللي راهم درك هما تتفق معاهم ولا تختلف معاهم، راهم درك هما عندهم سنوات والناس راها تناضل، نفس الشيء يحدث نقاش. فيما بعد يكون هناك مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج، ومن هذا الحراك هذا من هذا الحراك تتشكل حكومة نتاع وحدة وطنية والله نتاع ناس اللي هما يعني شباب فيهم يعني أوصاف هكذا اللي يقدروا هم يسيروا. وهذه الحكومة هي فيما بعد يعني لما الشعب هو يتبناها تصير فيما بعد هي اللي تنظم انتخابات نتاع انتخابات رئاسية، أو يكون هناك مجلس هكذا مجلس وطني، والله تمشي الناس وحدة وحدة، فهمت؟ تمشي الناس وحدة وحدة، يكون هناك دستور جديد وتمشي الناس يعني في إطار تاع تغيير حقيقي بالاتفاق مع قال مثلا نتوع الجيش، فهمت؟ خاطر ما تقدرش انت بدون الناس تاع الجيش غير سي بالابان تهضر على التغيير. لو كان ما الجيش هو ينحاز للشعب يوقف معاه التغيير ما يكونش، هذه غير كون كاني. تفضل الأخ. والله الاخ الكريم نقطه مليحه اللي قلتها دروك تاع هذا الجيش، ما نظنش انا زعما راني متيقن 100% مش غير الشعب راه مقهور، كاين ناس بزاف راهي في الحكم يعني وعندهم مستوى، يعني والله عندهم مستوى. خير دليل على ما رانا نشوفوه ما يخلوش الناس تلحق تكمل 45 عام يرسلوهم، يهضر لك في الجيش ولا في القياده تاع الدرك ولا في القياده تاع الشرطه، ولا يلحق 45 عام مسكين 46 عام بكفاءات بشحال يخسروا عليه دراهم وبعد يرسلوه للجيش. هادو والله لا راهم مضطرين، لاخش على هذوك راهم قريب من النظام اكثر من احنا الشعب، لاخش راهم في التساء في التلاعب معاه زعما ديريكت، راهم
حنا بالك الشعب راه كيما يقول لك طبقه تاليه ولا مش عارف دي ماشي انديريكت نخدموا معاهم، راهم يشوفوا فيهم يعرفوهم احسن منا، وهادو كيما يقول لك راهم يبكوا في صمت، راهم يبكوا مقلوبهم في صمت. انا نشوف كيما قلت لي انت، كيما كنت تهضر وتقول باللي هذا الاحتجاجات اللي داروهم اليوم يعني ما تكونش الاولى وما تكونش التاليه، وتبان لي النقطه الثانيه يعني باش مش غير الاحتجاجات اللي راه داروهم كيما اليوم ولا المظاهرات. الحاجه المليحه اللي تكون تاني الناس ما تروحش تخدم، يديروا نهار ولا اليوم كيما 11 ديسمبر، 11 ديسمبر في 61 اللي داروها في وقت مي كانت فرنسا في البلاد، الناس تسيي نهار ولا زوج ما يروحوا يبلعوا ما يروحوش يخدموا، اللي عنده حانوت ما يروحش يدير نهار ولا يومين، يزيدوا يضربوهم. نغارونتيك باللي هذه الحكومه اقسم بالله العظيم ما تقدرش تكون هذه الامور اذا كان ما كانش هناك تأطير. خطر لما يكون تأطير ويمشي الميساج، تمشي الناس مع بعضها كل، قال لكم مثلا واحد يهزوه الناس كامله تنوض، فهمت؟ ومن بعد هما يقدروا يفرضوا امر واقع في الداخل وفي الخارج. نيشان نيشان ونيشان، ولكن وخاصة احنا اللي رانا في الخارج فيما بعد هذا الناس هذو هما اللي راهم رايحين يستفادوا من هذا الحراك. انت تتعب وما يديو التضحيات هذيك. لا بصح انت ما تبالكش باللي دروك هذه العصابه ما تديش بعين الاعتبار الشعب، بالك بكري ما كانوش معبرينه، بصح مور هذه اللي عملوها اليوم ما غاديش يديروا بعين الاعتبار للشعب، غادي يديروا لهم حسابهم. لا برافشا داروا، لا برافشا الحاجه الاخير كيما يقول لك اقل ضرر قطعوا عليهم الانترنت، اقل ضرر رسلوا اوراق لليوم الائمه قال لهم ماشي تتكلموا، يعني راهم يحوسوا زعما ما عندهم حاجه واحده اخرى. ده تراكونت باللي سلال شو عنده في راسه باش يقدر يسير دولة. مال النظام، شوف نقول لك هما، شوف النظام اللي يستمد الإرادة نتاعو من الشعب على جال باش يخاف منه، فهمت؟ النظام راه تسند فيه قوى دولية، والقوى الدولية هي اللي راها محافظت له على الوسم نتاعو. قادر هذوك انت قال مثلا انقلاب، تدخل أمريكا ولا في فرنسا في 24 ساعة يفريوه، وعندهم دركهم البنوك، عندهم الوسائل اللي يحكموا بها هما. ما راه دوك لو كان راهم دركهم راهم مستمدين الاراده نتاعهم من الشعب، وشعب راهنا ضدهم، هنا قال خلاص يهرب، ما على بالوش بالشعب، وما وصلش بيه. بوتفليقه جابوا الشعب، بوتفليقه ما جابوش الشعب، جاب الشعب، جابوا الجيش. انت كي تقول للجيش باللي راهو بوتفليقه صاين يحيه لنا، ها ديروا لنا واحد اخر، اسكو انت راك راح تغير النظام؟ لا لا يا شيخ، ما غيرت والو، انت راك غيرت واحد، راح تجيب واحد مكانه، فهمت؟ بس شي الشعب راح يظهر بوتفليقه، راني ضد بوتفليقه، ضد بوتفليقه البارح واليوم وغدوه، ولكن بالنسبه ليا بوتفليقه انتهى. ولكن مانيش من نوع هذاك انا اللي هو تسمى لما واحد يطيح واحد يبدا هو يولي تسمى يبين في الرجله نتاعو. بوتفليقه انت منذ مده صاي ما عاودش نتكلم عليه والله، بصح ماشي كيما بالحده اللي كنت نحكي عليها بكري، باسكو كاين بعض من الناس يقول لك كيفاش انت كنت تهضر على بوتفليقه وكنت تهضر على بوتفليقه ودرك كي لحقت وقت الصف الصح وليت انت نو. انا بوتفليقه دوك بالنسبه لي راهو في حكم الميت، واش تهضر انت على ميت؟ تهضر على الناس اللي راهم معاه اوكي، بصح هو في شخصه واسمه، ولكن مع ذلك الواحد راهو انسان. انا البارح شفت واحد الحركات والله العظيم يعني جاب عندي الحال، رغم اني ضده وراني واحد من الضحايا نتاعو ليلة الحكم نتاعو، انا لاجئ برا في اوطان الناس، لكن لما تشوف انت واحد ما قدم حتى شيء للبلاد. بوتفليقة رانا ضد السياسة نتاعو، ضد الطريقة اللي جا بها، ولكن مع ذاك راهو طلع، راهو هبط، راهو طار في الطيارة، التقى بشخصيات، دار ملتقيات، مشى طلع هبط، دار مشاريع، جبد دراهم، السلف الداخ طف، المهم راهو تحرك. لما تشوف انت درك هذا المواطن اللي راهو انت درس في مدرسة، يعني مثل، شوف نقول لك مثل هذاك الإنسان اللي واحد ربوه والديه، ربوه وكبروه وقراوه
وطلعوهم بعد تجي مرة بضحكة الديه. فهمت؟ نفس الشيء لما نشوف درك، انا تشوف انت درك، تشوف انت ومانيش معاه، مانيش معاه، بس حط روحك انت في ذاك المكان. خاطر كاين بعض اللي الناس فاهمك انت لما تتكلم هذا الكلام ما يعجبهمش الحال، حط روحك انت في ذاك المكان. وزيتو تحط روحك انت في ذاك المكان. 20 سنة تارك رايس والناس راها تصفق لك في الطريق، ويا حيا الرايس ويا حيا الراس، ومن بعد تشوف روحك انت تخرج تتمرمد، الصورة نتاعك تتحرق، الصورة نتاعك يدوسوا عليها بالأقدام، صورة مهينة. في المقابل تشوف انت انسان ما قدم حتى شيء للبلاد، ولو تشوف الناس هزته على الاكتاف بضحكة بلعبة، ما قدم والو للبلاد. تشوف انت تقول انت وين راك رايح السي محمد بهذا الناس اللي راها تفكر هكا. راني ضده ونحوس على تغيير، ولكن الواحد يمشي بعقله. وين راك رايح بهذه الطريقة هذه؟ وين راك رايح بهذه العقليات؟ هذو ما تقدرش تغير بهم البلاد سي محمد. هذا ذوك، هذا اللي انت تجيب له تسجيل، السيد يتعامل مع الاف بي اي وهو يقول لك راني قابل به، راك عميل، وتجي تسب واحد اللي انت راهو يبصر فيك تقول له انت راك شيات، انت راك تاكل في الكاشير، وراك مع ناس عملاء مبرمجين، عملاء في روسهم. هذا ما تنتظرش منه واحد باش يدير لك تغيير. سيد يتعامل مع الاف بي اي جهار نهار، ومعاه راهو معاه. هذا انت تفكر في هذا، تفكر انت باش يدير لك تغيير؟ هذا راسه مضروب، هذا غير سي بالا بان تخمم عليه على الجل باش دير لي عليه، ما نديرش عليه. احنا نحوسوا على تغيير حقيقي بايادي بيضاء وناس اللي هما من هذا الشعب، ونحوسوا على جل باش نبنيو دولة، دولة مبنية على القانون ومبنية على ذلك. نجيك انت انسان اللي راهو خدم في البلاد تبزق عليه، وواحد اللي راه يبيع في البلاد تجي انت تحطه نو سامحني. في الوقت اللي كانت فرنسا عندنا في البلاد، في الوقت اللي كانت فرنسا في الربع، في الخمسينات، في الخمسينات لما كانت فرنسا، فرنسا في هذاك الوقت كانت دولة كبيرة، يعني مازالها كما دروك مازالها دولة كبيرة. القيادة تاع الثورة شا قالوا كي نظموا هذوك اللي نظموا الثورة تاع 54، كي شافوها ملي بدا يقضوا على الثورة وكاع، أنا نشوف فيها راهي كيفها غادي تبدا كيفها إن شاء الله. ماشي ماشي نهضر على ثورة، أنا نهضر على التلاحم تاع الشعب. كي نظموا ديك الثورة في هذاك الوقت باش يجيب نتيجه. شا قالوا القياده، شا قالوا القياده في هذاك الوقت؟ قال لك ارمي الثوره للشعب يحتضنها. ودروك مين نقولوا احنا باللي الشعب، الشعب ما راش فيه غير الشعب. دروك البوليسي كي يبقى يخمم باللي راه مضرور كيما الشعب، البوليسي راه شعبي، الدركي راه شعبي، الجنرال مهما كانت الصفه تاعه راه الشعب راه يضر. هو غادي، هي سي فري كيما نقولوا راهي بدات، نقولوا اليوم هذه مؤشره تاع خير، راهي بدات كيما هكا. بس بالك راه كاين سوء تفاهم، انا يتبان لي بلي راه كاين مازال ما هذاك التفاهم ما بين الشعب والجيش مازال ما التحمش لبعضها البعض. بالك هذاك ما عندهش ثقه في الاخر وهذاك ما عندهش. بصح اليوم كانت كاينه صوره مليحه، شفنا باللي البوليسي ما تعدى على الشعبي والشعبي كذلك ما تعدى على الاخر. يوم يعني البوليسي راه كاين، عطاهم يعني تعليمات قال لهم باللي ما تدخلوش اون كونفرونطاسيون معاهم، عطاو لهم تعليمات. وانا نقول لك صراحة ان انا لا لا مانيش، ما نظنش، ما نظن والله ما نظن كيما هكا. ما نظن هذه ممكن يكون احتمال تاعك، بس انا ما نظنهاش، ما نظنش باللي تكون عطاهم احتلامات. لاخش علاه هذه كي جات، هذه ما جاتش غير كيما نقولوا في الغرب ولا جات في واش من الشرق، هذه راهي جات احتمال كاع في هذا؟ الجزائر. ها ودي واش من احتمال هذا؟ قال له احتمال، من احتمال هذا يا راجل؟ انت هذا راه نظام قائم، انت دوك راهم هما على بالهم قبل ما تنطلق المسيرة، راهم على بالهم، ما نقولوش بالتدقيق، ولكن راه عندهم معلومات. هذا راه جهاز تاع امن، واش بيك؟ عندهم معلومات، عندهم ناس قال هاو فلان راه هو اللي راهو يتحرك، هاو فلان هاو اللي راهو اسمه، هم رايحين للبلاصة الفلانية، هم رايحين يتحركوا من ثم،
وراهم تفاهموا، راهم هضروا، راهم كذا، راهم عندهم معلومات، وهما من الفوق راهم لما تلحق لهم التقريرات راهم قاعدين هم الفوق في صف ال... قال مثلا في قاعة نتاع عمليات، والله قال راها كاين مثلا 12 ولاية اكزامبل، 12 ولاية و12 ولاية واحدة اخرى راهم مازال ما فصلوش في القضية نتاعهم، لكن 12 ولاية راها جاهزة وراهم مجهزين رواحهم، وراهو كاين دي كونتاكت، وهاهم كاين ناس كذا 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 كذا، وهما قال راهم رايحين يخرجوا مثلا من الجوامع، هم رايحين من المكان الفلاني، وراهم معولين عليها هكذا، هما عندهم تعليمات يشوفوا من خلال التقارير هذيك اللي توصلهم. قال بدي ايفيتي ايفيتي بار تو لي مويان على جال باش انت تدخل معاهم اون كونفونتراسيون اون كونفرونتاسيون. من بعد هما لما تصرى هذيك المسيرة والله هذيك، يديروا كشما حركات، يديروا كشما هكذا على جال باش هما يعطيو صورة، فهمت؟ لكن الفوق من القيادة، مش البوليسي من شي راسه، لأنه لو كان البوليسي يدير هو من شي راسه، مع انت باللي راهو صار متمرد، راهو تمرد على القيادة نتاعو، راه تمرد، ما يقدرش يدير كاش منها. ساعات هما صعب قالوا تسكسك لهم باللي ما تتحركوش، اسيو باش تيفيتيو بار تو لي مويان المواجهة، ما لازمش تدخلوا في مواجهة معاهم، إلا كش ما سبك واحد والله عقبها، فهمتي؟ إلا كش ما هدر معاك واحد خليهم يسبوا، خليهم يقولوا، خليهم كذا ويعقبوها، لكن تأكد باللي درك هما راهم عندهم المعطيات الرسمية، بالإضافة إلى أنه راه كاين شي منهم، يعني معناتها أنه راهو الحراك راهو مخترق، راهم كاين الناس راهم داخلين فيه، وراهم قادرين هما فيما بعد يوجهوا، يسار اسمح لي، جماعات مسلحة، وراهم وصلوا لهم الجبال الزبربر واخترقوهم، تحوس لي نتاع على ناس بالوسمو. اسمح لي الاخ الكريم، عندي سؤالين لك انت. اسكو الجي هاد العسكر والبوليس ولا الجندارم عندهم ثقة في بعضهم بعض؟ فسر لي هذه النقطة واحدة، والنقطة التالية كيفاش تفسر لي باللي هذا من النظام، من الأجهزة، من الأجهزة تاعنا، كابيتان، كوموندون، ليوتنو كولونيل، يرسل تصويرة بالقالون تاعه للأمير والمعارضة، الأمير دي زاد ولا المعارضة، ويقول له بلي رانا مغبونين ورانا عندنا مشاكل، وها راهم شا دايرين فينا، كاينش وها راهم منها، دايرين فينا، يعني منهم هم يشكو. كاينش ها منها، كاينش منها. من انت، من تجيب لي قالون تحطهم في الفيسبوك تاع واحد كابيتان ولا تاع واحد جنرال؟ جهاز تاع مخابرات، جهاز تاع كيفاش؟ مخابرات، جهاز أنا مانيش مخابرات معاك في دي هذه اس. النقطة، اسمح لي، مانيش معاك في هذه النقطة. الله يسهل أنت عليك، قال لي راهم عايشين في النظام، ثم قال لي عايشين في النظام وهم لاباس لا بهم. قول وش حبيت، قول وش حبيت، واه. اعطيني انت، اثبت لي، اثبت لي، ها؟ اثبت رانا نشوف، رانا نشوف. أنا كي تجيب واش لي دروك تشوف، قالون تحطه توري لي، كي واش توري لي أنت تشوف، دروك لي قالون. واش تشوف، راها بانت الانسان اللي مازال ما فاقش خلاص عليه، اي بانت، راه دوك شوف الجماعه دوك، وراه عدلان ملاح، شوف هذاك، وراه هذاك عبدو سمار واسمو، شوفهم، وها هو بان دوك علي غديري باللي هو المرشح، هذه مازال ما فقتش، هذه كامل مازال ما فقتش لا، ما نظنش يا خويا، في الله هذه، يسهل مانيش عليك، معاك الله يسهل في هذه، عليك، مانيش معاك. كاين ناس بزاف مساكين راهم بتعاني، في بزاف تلقى كوموندو كابيتان مسكين عايش، يا شفنا ودي التصاور تاعهم العند كيف راهم في بليز، الجبال، وراهم في يا ودي العند راهم في ال... بليز. ها شوف نقول لك، اسمع، الله ينعله ويخزيه. كاينين الناس اللي هما راهم يحوسوا على جال باش يفصلوا المنطقة نتاع القبائل، هذوك لا لا، هذه ممكن نقطة يدير واحدة أخرى، هذه نقطة واحدة أخرى. سي سي، هذا هو، نعرف ناس، شفنا انا قبائل، عندي من لا فامي نتاعي كاينين الناس اللي راهم في الارمي، تجي تلقى انت يا واحد انت واسمه كوموندون ولا كولونيل، يبعث لك هو الواحد باش في الفيسبوك على جال باش هو يشكي عليه، هاي خليني نروح نطير، هيا، قال له جي واحد الحراق حير عايش في حير في عمره، يبعث له واحد كولونيل في بلاصته لاباس عليه بالسلطه نتاعو بكذا طوموبيله بالفيلا نتاعو، يبعث له واحد حراق يشكي له، يا ودي العين بليس، خاف ربي، ما عندناش قنوات اللي تهدر الحق، حنايا عندنا اللي يهدروا الحق في البلاد، ما ولا عندناش. ما يقدرش هو، اسمع، علاش ما يقدرش هو هو يعمل، يقدر، انت كونك في اسمع، البلاد تهدر كيما هكا؟
احنا كورونا في البلاد قد تهضر كيما هكا كيما رانا نهضروا؟ ما تعرفنيش فهمت تارك ها؟ لو كان انت ما تعرفنيش انت دوك راك بديت تهضر في 2019 شفت ناس في الفيسبوك تحسب انت باللي راه ما تعرفنيش ها ما تحكمش على الناس كيما هكا مش كيما تشوف الناس كيما انت راك تهضر انتايا تما تعطي الحق لروحك الناس الاخرين ما تعطيهمش الحق يو هات الهضره اللي تهضرها انت الدليل هات فرحان الدليل كيما قال هكا لك البينات على من ادعى هات الدليل رانا نشوفه اللي واش قالوا قلت لك تاع تشوف الناس كي دايرين نهضر لك واش تشوف ما تشوف والو في واسمو كيف ما تشوف والو بالفوتوشوب دير واش حبيت واش تشوف هادو كاع فوتوشوب هلا مش عارف مانيش معاك في هذه النقطة قلت لك مانيش معاك يا خويا الله يسهل عليك ماكش معايا راح نجيبك انا معايا انا بالنسبه لي يا جماعه نتاع الديرس هما اللي راهم كانوا يخدموا به طريق وكان الهدف نتاعهم هو واضح من اجل ارسال رسائل للقايد صالح والجماعه نتاع بوتفليقه قال باللي راهو كاين تمرد داخل الجيش وراها بانت هما نهار اللي لحقوا لواحد المستوى راهم نحاو مجموعه من الجنرالات ونحاو مجموعه من العقداء نحاوهم فهمت وبسلامه بالعافيه هر جات القضيه هذيك نتاع الابتزاز نفس الشيء جماعه راه واضحه كانوا هما على جال باش هما يسعوا راه ديجا دوك الان منهم هاك تشوف انت راهم درك عندهم هم طلعوا لفرنسا راه هذاك واش اسمه هذاك عبدو سمار والاخر روح اسمع الهضره نتاعهم فهمت ان شاء الله المهم نتمنى الاخ الخير الكريم راهم للبلاد ان كاين شاء الله اخوه نمر للاخوه اخرين شوفوا ترى هذا الاخ هذا اللي يرمز الاسم نتاعو باكسل اكسل راهو عندك كان بلوكاج في الخط تاعك شوفوا ترى هذا خالد الاخ صديق اخويا اروح واهدر معنا سيدي اخ واسمه خالد انا طلعتك يا صاحبي انت انا نبعث لك تقول لي تبعث لي انفيتاسيون بعد نطلعك تدير ترفضها ما شاء الله عليك مرة هذا ترى شوفوا ترى هذا النص يا ودي الأستاذ حبب ربي أهلا أنا وش راك الشيخ لاباس؟ لاباس الحمد لله وش راك فيا صافا والله الحمد لله يا الأستاذ والله الطريب يا الأمور هي تسير وكذا والحمد وش لله الأخ والشكر ناصر لله وش راك أنت الأخ؟ والله غلا بس الحمد لله راك في البلاد ولا هنا في فرنسا راني في فرنسا اوكي واش تحكي لنا في الموضوع تاع اليوم والله العظيم يعني يا الأستاذ يعني الشعب الجزائري أعطاه درس لأوروبا والشعوبية يعني ما كناش نظنوا المسيرات تمشي للدرجة هذه يعني كان فيها نظام والحمد لله جازت بلا مناوشات وبين يعني ما كان والو الحمد لله هذه بالنسبة الأولى ثانيا يعني نشوفوا في كاين أمور غامضة أمور المسيرة هذا كاين ناس بالك يخرجوا ناس مع جدد بالك اللي يحبوا يخدموا البلاد بالك في افتتاح الأمة قاع الناس تشارك وعلاه لا لا أستاذ والله ماذا بينا احنا لا أنا نشوف الأمور هكذا يعني الحساب التحليل تاعي أنا ماشي والله ماذا يعني بينا نقول لك سمعت هاك والله اسمع لا تعبك اللي قال له لا ما على واش تحوس قالوا نحوس على الضوء صح انا ماذا بينا احنا وعلاش لا انا ماذا بينا انا واحد من الناس ماني نحوس على السلطه ولا نحوس على البريستيج ولا نحوسوا على هنا برك هذا مكان يا اخوي اسمع كل
نروحوا للبلاد نديروا فيها معزات، اسمع نديروا فيها معزات ونجيو في البلاد ونريحوا ترونكيل. والله يا خويا يا استاذ والله يخليونا البلاد برك، مانيش انا بقات لي البلاد نروح نزورها، العجوز والشيخ الله يرحمه بقات البلاد هذه يعني نديوها ترونكيل وخلاص. يا خويا كيما هذيك الاغنيه اديوا المال والمشاكل كاع اديوا، اديوا المال والديار وخليوا البلاد. صح نتمنى ان شاء الله يا استاذ يعني ربي يحفظ البلاد ويحفظ الشباب تاعنا، انا محتاجين وصلوا عندنا 75% شباب، ناس الدول الاوروبيه ولا الدول العالم كاع راهم يبكيو على اللي جا وما كانش. احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي، نقدروا نصدروا لحبوا صح ولا لا بالشباب عندنا، يعني نتمنى ان شاء الله الصلاح غير البلاد. شكون ما يحبش البلاد يا استاذ نور الدين؟ شحال متمني نهضر معاك، شحال من مره ندير لك ميساج وما ترفدنيش، واليوم مانيش عارف كيف نجي وسط. ماركش اسمه بالك راك في لادريس الخطا، انا راهو عندي كونت راهو عنده وقت بالك من الصيف ما راهوش يشتغل، راني في كونت وقت اخر. سي فرصال استاذ باسكو حبيت شحال مره نحب نشارك معاك وما كانتش لي الفرصه اليوم. راني عندي في كونت هاني شفتك برك طلعتك. الله يا الله يستروك ربي يحفظك يا استاذ. هذاك راني بصفا والله طريب يا الاستاذ. وليد كمال هذاك شما كبر شويه؟ كبر كبر والله راجل الله يبارك، كبر راجل خدام اخواتهم كبروا، واحده سنه تعقب الباك والاخرى ما شاء الله تروح للكوليج. الحمد لله والله راني نزورهم انا شك اسبوع نروح ليهم. راه مقرب لك ثم 30 كيلومتر برك ماشي بعاد. معليش ماشي بعاد. ماشي بعاد نروح ليهم يجيو ليا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي يبارك فيك الاخ ناصر. ربي يحفظك يا الأستاذ ونتمنى لك كل خير من إن شاء الله. ربي يحفظك نتمنى لك كل خير يا أستاذ، يعني ديفو تهضر هضرة ما شاء الله يعني بحسابات حسابات يا شو واحد يقعد على باله بالنظام ويعرف الوسم نتاعو سي نورمال. تا كاين شباب اللي هو راهو في باله انت بلي يدير لا بريسيون ومن بعد صاي يا استاذ مليحه لا بريسيون، مليحه لا بريسيون وسيله تستعملها انت من اجل الضغط على جلب باش انت تدفع الامور الى الامام، ولكن لا بريسيون تاع الشارع الانترنت راه تسمى تعتبر وسمها تعتبر وسيله من اجل الضغط، فهمت؟ الانترنت راه نفس الشيء راه دير في نفس العمل هذاك، ولكن فيما صح. بعد واش هو باب الراي فيما بعد انت لا بد من تدخل الجيش، ما تقدرش بدون تدخل الجيش ما تقدر دير والو. قوات الامن هي اللي فيما بعد غدوه لو كان مثلا تعطى الاوامر قال مثلا المطار يلا بوكليه، الميناء بوكليه، التلفزه بوكليها، مجلس الدستوري بوكليه، البرلمان بوكليه، فهمتني؟ نعم لو كان ما تكونش عندك القوة هذيك بالإضافة إلى الأموال البنوك والإعلام تسمى أنت المفاصل أنت الدولة ما عندكش باش راح دير التغيير أنت. ديروا في الشارع جي في الدار جي في الشارع حط ثم حصير وحط فيها برد أنت تاي وقعد ثم بوتفليقة يا كذا ويحيا يا كذا وقعد جيت ودير الشعر دير الشعر ثم ودير القصبة وقعد ما عندهمش بيك. أنا بالهمش بيك باسكو دوك هما الوسائل نتاع القوة راه في يديهم تا دوك. معليش هذا لا يعني من أنه تسمى هذا كيما نقولوا النشاط هذا ولا الحراك هذا راه ما عندوش معنى، لا لا حراك هذا باش انت تجسدوا لازم تكون عندك قوة، فهمت؟ لازم زاوي. تكون عندك قوة على جل باش انت تدفع هذاك الحراك على جل باش انت تتحقق به أهداف
تابق قال مثلا درك الناس اللي راهم خرجوا، واحد راه مؤمن بتغيير حقيقي والاخر لا، هو راه معاه هو انه ينحيولو بوتفليقه ما عليش، الا داروا له نكاز راهو قابل، فهمت؟ يا راه ما عليش ينحيولو بوتفليقه ولكن ما عليش يديروا له مقري قابل، والاخر لا ينحيولو بوتفليقه ولكن ما عليش يدير القايد صالح قابل. انا نتمنى ان شاء الله استاذ، نتمنى ان شاء الله نكاز ما ينكسش بالجزائر، نكسب فيها واحده اخرى والله العظيم. انا حبوا يديوها طايبه عايشه هنا في الرفاهيه، وحب يديها رفاهيه بزاف عليها يا اخويا، ريح لهنا حقيقه. وقال خليها الجزائريين اللي كلاو الغبار وتميزروا وشافوا المرار هذو خليوها لهم، ليهم بيسيروها كيف هنكز انا يجيني نكز فيها واحده اخرى، يروح للشمال ولا للجنوب ينكز على روحه يا استاذ، واسمح لي على التعبير هذا. معليش معليش، ربي يبارك فيك الاخ ناصر. الله يسلمك وربي يحفظك ربي يعيشك وربي. هيا السلام عليك يا استاذ. صح معكم السلام. شكرا شكرا الاخ ناصر. يا الله يا كريم، شوفوا ترى هذا الاخ زكريا للاسف الشديد، اخ زكريا عندك الخط نتاعك راه مسكر. شوفوا ترى هذا الاخ طاهر نفس الشيء، الاخ طاهر هذا اكسل هذا اول مره، المره دي هو فات. السلام عليكم الاخ نور الدين خبابه. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ. الله يسلمك. اول شيء الحراك اللي وقع اليوم ما وقعش منذ الاستقلال تاع الجزائر، لانه الشعب خرج روحه، يعني في التسعينات كان حزب وكذا واضطروا باش خرج، اما هذا الشيء وباش يكون حراك لازم لك سنوات باش يكون حراك تاع اليوم، واليوم الشعب خرج روحه، وللاسف خانته الصحافه، صحافه اكيد تخونه لانه صحافه عامله للنظام. الشيء اللي اثر هو خانته الاحزاب وخانوه البرلمانيين وخابوه النخب، ما تكلموش باسم الحراك هذا تاع الشعب، لانه كلهم بايعين الذمم تبعهم للدوله اكيد، فاهم كيف؟ هما ما كانوش متصورين يجي يوم الشعب يخرج من تلقاء نفسه عن فكره فيسبوكيه. كيف وقع هذا الحراك؟ جات فكره فيسبوكيه استقبلها الشعب وطبقها، يعني ما كان لا حزب لا فلان لا فلان، الشعب الروح الفقير هو اللي خرج روحه. وانت تقول باللي ناس كاينه ناس حابه تركب فوق الموج وجات وفي نهارها رفدوها فوق الكتاف، رفدوهم فوق الكتاف ماشي، هذو ناس بسطاء يعني ما تقدرش تحكم عليهم اذا رفدوا فلان فوق كتف ولا لا لا، لانهم ناس بسطاء وشعبويين يعني. وتقدر انت نور الدين خبابه غدوه دير هدا تروح الجزائر يرفدوك، بس ماشي هذاك هو الانسان الشعب يعني، ماشي هذاك هو يعني الانسان الدليل تاعهم، الشعب خرج من القهر. وهذا الحراك ما نستناوش من الدوله ما الجيش راح يكون معانا ولا من الاحزاب ولا راح تكون مع الشعب يعني، ما نستناوش هذا الشيء. والتغيير هذا الخطرة هذه احنا عدنا درس في مصر وفي تونس كيفاش لعبوا لهم الغولة بعد سنة وبعد سنتين، الحراك تاعهم لازم ناخذوا فكرة يا يكون تغيير جذري. هالتغيير الجذري كيفاش راح يكون؟ ماشي يروح بوتفليقة، وإلا راح بوتفليقة نعودوا نفس السيستام يعني، نولي ولا الحراك هذا اسمه ما درنا والو، يروح بوتفليقة يجيبوا آخر يعني الجيش يجيب آخر. التخلص باش تفرى في الجزائر انا نشوف لازم الناس اللي تخدم في النظام، ضباط وفي المخابرات اللي عندهم النخوه، هذا الناس هذو يستغلوا الفرصه تاع الحراك هذايا باش يديروا انقلاب على القايد صالح، راك فاهمني؟ لانه القايد صالح ما دام باقي لازم يكون انقلاب مش على بوتفليقه، لازم يكون انقلاب على القايد صالح اوتوماتيكيا الجهه اللي من هي تروح. كيف راح يكون؟ لازم يكونوا فيه رجال ورجال كثيرين اللي في الجيش ومن بعد الجينيراسيون تاع الاستقلال يعني عندها فكر جديد. من بعد دوك يطلعوا لك جماعه، يطلعوا لك جماعه دوك من الجيش،
يديروا هما انقلاب على القايد صالح واللونتوراج نتاعو وهذا الجماعه نتاع بوتفليقه. هذا الناس نتا درك هما لما يديروا انقلاب انت تعرفهم ما تعرفهمش، هذو راهم رايحين يظهروا هكذاك فيما بعد يوليو تصير عندهم هما كانه هما اللي عندهم الشرعيه، من بعد يوليو هما كانه يمنوا على الشعب، راهم هما اللي خلصوا الشعب من هذا العصابه ويوليو هما في مكان الناس هذول ينوضوا يوليو يحكم. يو شوفوا نقول لك لو كان ما يكونش حراك شعبي رانا شوفوا نقول لك الامور هذه رانا قارينها الي وروتور، لو كان ما يكونش هناك حراك شعبي منظم موازاة مع هذ الناس اللي راهم داخل المؤسسة تاع الجيش والمؤسسات الأخرى الشرطة ثاني مستهونهاش الشرطة والمخابرات والدرك، يكون حراك ويكون فيه تنسيق تنسيق مع بعض. وفيما بعد ما عليهش يا سيدي هو أن يكونوا قيادة من الجيش من هذ الناس أنا كي قلت لك يقوينوا ضباط يعني يكون حراك، هذا الشيء اللي نحوسوا عليه منذ سنوات هو أنه يكون فيه مجموعة من هذ الناس اللي راهم دارسين هما في المدرسة الوطنية الجزائرية وكذا ويكون هناك تنسيق وتمشي الناس واحدة واحدة ماذا بينا علاش لا. أنا كي قلت لك الضباط هذو يديروا انقلاب لا راح يكونوا مع الحراك متوازيين مع بعض النخب والناس الفاهمة والناس اللي لازم ماشي غير لازم سيفيل وجيش، يعني الجيش يتضامن مع سيفيل عن طريق مو ما عن طريق الشعب يعني عن طريق النخب تاعو وعن طريق الناس فاهمني تسمى هذو اللي ينقلبوا اللي ينقلبوا على هذا القايد صالح لازم يكونوا مع الحراك الشعبي، والحراك الشعبي لازم تتبناه جهات وتتبناه يعني ناس اللي واعيين، لازم شغل يتحدوا كاع الابناء تاع الجزائر اللي راهم في السيفيل اللي راهم في الجيش باش نروحوا للجهه الافضل يعني الجيش يدير انقلاب ويدير لا هكذا نبقاو في عقليه عسكر. هذاك الجيش لازم يتحد بالسيفيل ولازم يكون اتفاق باللي كي يكون انقلاب راح يسلموه يعني كي يكون انقلاب راح يسلموها لهذوك راهو مره على مره عندك التقطع في الخط نتاعك. الناس يتبعث لي اسمح لي اخي قلت لك لازم هذوك اللي يكونوا في الجيش لما يكونوا لازم متفقين وعندهم بنود يعني لما يديروا انقلاب على القايد صالح راح يسلموا مباشرة المهمة للسياسيين اللي كانوا متفقين معهم في الحراك وهما يبقوا في المجال تاعهم يعني لا تدخل يعني فهمني كيف ولا مو فهمني مو من عسكري للعسكري لا لازم يكونوا مع السياسيين مع النخبة اللي ما بعتش روحها لانه لو تشوف يا الاخ نور الدين خبابة الجزائر مبيع الشعب باعوه الصحافة باعته الصحافة العالمية باينة تبيعه فاهمني الأحزاب باعوه الشعب خرج من روحه كيفاش نقول هذه الصحافة الدولية شوف هذه الصحافة الدولية انت دوك مثلا هز انت البي بي سي ولا هز انت فرانس 24 ولا ما على باليش ان الجزيرة ولا هذه راه عبارة عن ثكنات راه تخوض في معارك عن طريق الفضاء فهمت استعملوا في الفضائيات هذو فهمتك وراهم هما عندهم ناس يعني مختصين في هالأمور النفسية في التوجيه في الكذا بالتالي ذرك هما مش من صالحهم هما ذوك لما انت ذوك شحنا رانا ذوك عنا سنوات وحنا نردوا في هالكلام مش من صالحهم هو انه يكون فيه تغيير حقيقي في البلاد لانه التغيير الحقيقي في الجزائر راهو رايح ياثر على تونس وياثر على ليبيا وياثر على المنطقه نتاع المغرب العربي والمنطقه نتاع المنطقه العربيه بصفه عامه راه ياثر عليها بالتالي دركهما الحراك هما دوكا لما يكون يشوفوه باللي الحراك ما يخدمهمش هذاك ما يهضرش عليه الحراك ما يخدمهمش دركا يروحوا يقولوا مثلا دوك غدوه راهم راح يديروا جماعه في فرنسا ولا في بريطانيا يهضروا عليهم فهمت يهضروا عليهم ويخرجوا ناس يركزوا عليهم
ها هو ذاك وتمشي في القناة ذاك وها هو الشخصية الفلانية وها هو قال كذا وها هو قال كذا، من بعد على جال باش هما يمانيبيليو الناس به. ولهذيك اللي انا راني نقول لك باللي هذا الحراك لما يكون هو درك هو في الجزائر، لازم هذا الناس شباب ناس اللي ما عندهمش انتماءات سياسية وكذا يظهروا مجموعات في قال مثلا في العاصمة في سطيف قال في قسنطينة في وهران في عنابة في كذا، مجموعات اللي هم يؤمنون بالتغيير الحقيقي يؤمنون بالنهضة نتاع البلاد، فيما بعد هو يحدث من بعد تنسيق مع ناس اللي كانوا معروفين، فهمت؟ باش ما يظلوهمش. دوك انت راهم كاينين الناس اللي راهم لكم يحركوهم في باريس ولا يحركوهم في لندن ولا كذا، من بعد يقدروا يمانيبيليو الناس يخرجوا لك جماعه درك هما قال مثلا فرانس 24 ولا بي بي سي ولا يجيبوا لك يقول لك راهم مجموعه وراهم هما اللي كانوا ينظموا يوليو يخلقوا لها، فهمت؟ انت دوك راه تبان لك باللي راه عفويه هما يوليو يخلقوا لها، قال راهم جماعه هما اللي نظموا راهم التقاو في الفيسبوك ومن بعد راحوا شربوا قهوه عند واحد وسلك لهم تاي وكذا ويخرجوا لك قصه ويطلعوها ويهبطوا ويخلقوا لك قياده هما يديروها من اجل توجيه الناس، فهمتك؟ الحراك ما يساعدهمش اوتوماتيك. اليوم قناه البي بي سي كتبت قتلك مئات، ما يساعدهمش الحراك لانه الجزائر عطات مستفادين من الجزائر. لو جات فنزويلا يساعدهم الحراك في فنزويلا، انا تفهم يعني اك فهمني، لو الحراك في فنزويلا كلهم يهضروا نهار الاول، كي عاد الحراك في الجزائر ما يتكلموش لانه راه مستفادين، الدول الغربيه مستفاده اوتوماتيك، ماذا بها يبقى النظام هذا وماذا بها نبقاو تحت الاقدام تبعهم. حنا هذا المشكل تاعنا اك فاهم، قلت لك يعني القنوات الغربيه خانوه، الوطنيه خانته، الاحزاب خانوه، معظم النخب اللي نافذه يعني وباينه خانوها، يعني شيء مستحيل باش الحراك هذا يصنع حاجه، لانه اي انسان ما تبناش واي انسان ما تكفلش به، والشعب هو اللي روحه هذا. لازم الناس الاحرار يستغلوا الخروج تاع الشعب، لانه مش قادر كل يوم تخرج شعب. الشعب باش يخرج لازمك 10 سنوات 15 سنه ويا ربي لا يخرج لك، يعني الا ما استغليناش هذا الحراك راح نزيدوا نعيشوا واحد 15 سنه، ولو كان ماشي الفيسبوك راح نعيشوا بوتفليقه العهده 15. لانه ليش؟ في التسعينات كان الفيسي اطر، اما الان فهموا باللي شراو فهموا اللعب وشراو الاحزاب، لهذا بوتفليقه بقى 20 سنه، وما دام الاحزاب شراوها راح نبقاو حتى البوتفليقه 7. لو ماشي الفيسبوك صدقني صدقني نلحقوا الفيسبوك للبوتفليقه 10 ولا 15، لانه خلاص بوتفليقه شرا كلش، شرا الغرب وشرا الداخل وسي بون. راك فاهمني ولا ماكش فاهمني؟ لازم الرجال اللي كاين في الجيش. بارك الله فيك وشكرا اخ باباك طلعتنا معك. شكرا. نشوفوا ترى الاخ هذا وراه، وهذا اللي كان من قبله هو يا. ما عندكش الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بصديقه صديق ساسي، كيف نطلعك؟ راك تهضر بالكمبيوتر ولا لا؟ راك تهضر بالكمبيوتر ما تقدرش تطلع، لازمك عندك الهاتف النقال، استعمل لابليكاسيون تاع الفيسبوك وشغل هذيك الاعدادات نتاعك هذيك، شغلها في الهاتف. الا ما راكش مشغلها ما تقدرش تدخل. شوف مع عبد الخالق يوريلك، هاو معك عبد الخالق قول له يوريلك كيفاش اهضر معاه اون بريفي بالك يوريلك كيفاش تطلع، فهمت؟ شوفوا ترى هذا الاخ للاسف الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بزهور، راهو عندك واسمه ثاني نفس الشيء، راهو عندك بلكاش ما بوطون راه مغلوقة. يعني طلعتك الأخ صديق انت، واش راني نقول لك؟ راني نقول لك باللي ما عندكش كيفاش تطلع، الكاميرا ما كانش ما يشتبه لي كيف اطلع. شوف مع الاخ عبد الخالق بالك يوريك كيفاش تطلع. ما تقدرش الا راك تستعمل الكمبيوتر ما تقدرش تطلع، لازم تكون تستعمل فقط في الهاتف النقال، فهمت؟ الاخ صالح
اصبر شويه، اطلب الاضافه. هاو معاك، هاو معاك الاخ عبد الخالق. شوف هاو او ساعه ساعه يكتب لك تعليقات هكذا، شوف التعليقات تلقاه. الاخ ياسر راهو عندك ثاني مشكل انت ثاني في الهاتف نتاعك. هاي والله الاخ صالح نشوفه تربى لك لعبد انت، بصح من المفترض هو انك تطلب على جال باش نطلعك شي بالكتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ صالح. بيك عايش، منين راك تكلم؟ شراك من اردن؟ لاباس لاباس الحمد لله. منين راك تكلم فينا الاخ صالح؟ ها من مدينة باتا. اه ما شاء الله يعيشك امين اردي. واش راك صباح اليوم؟ والله ما درتو حراك تما في باتنا. نعم درتو حراك تما في باتنا؟ لا 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 باس والله، غير غاشي كبير ما شاء الله، ولا تكسر لا والو الحمد لله. سما مام الشرطة، رجال الشرطة معانا، كل شيء معانا. ليه سيدي؟ ها آه. هو كيف تفرقتوا صايو؟ تفرقنا ما كان والو، لا تكسار لا 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 لا، قصدي تسمى الناس اللي هما راهم ثم شاركوا في هذاك الحراك هذاك، يا هل تراهم فكروا على جل باش مثلا يزيدوا يعاودوا يديروا لقاء؟ والله يزيدوا يعاودوا ان شاء الله. هذه خدمه بركه، خدمه المعارضه وخدمه الاخر، لازم ثاني هما يحركوا ارواحهم، فهمتني؟ دركا ماشي غير كل شو الشعب الشعب الشعب، لازم اطارات يدخلوا، لازم كفاءات، فهمتني؟ حنا رانا شاتين الكفاءه اللي راهي في الخارج تدخل لنا الجزائر. كيف تدخل؟ يعاونوا الشعب، فهمتني ولا لا؟ لا عمي مرضي. كيف دركا كاينين كفاءات في الخارج عايشين في الخارج ويستناو يسمى في الشعب هو اللي يدير كلش، ما يقدر الشعب وحده. واش يديروا؟ لازم يدير شي، فهمني، اعطيني اعطيني واسمو طريقه كيفاه. وين الناس هذو اللي راك تعنيهم انت وتقول لي كفاءات كلام عام؟ قداش نواعد منهم انت؟ كي تقول لي دوك مثلا، سمي لي كي تقول لي دوك مثلا، انا كيف نهبط؟ انا ما عنديش جواز سفر، كيف ما عنديش جواز سفر نحرقه. كاين العربيزيتور، اسمع شوف شبه تلقانا زودياك وتلاقاونا ثم ونهبطوا ندير زودياك. اسمع المهم ديروا حل، نعيطوا لزيطوط، اسمع نعيطوا لزيطوط وشوشان ونشوفوا فيها الزودياك ونهبطوا. اي أيوة والله هكاك وفرات. قول اسمع، هما ديروا الحرقه، حرقه اللي تحرق اوروبا، وحنا نلايموا هذا الجماعه اللي راه في اوروبا، زيطوط واسمه شوشان حسين وكذا، ديروا فيها واسمه زودياك ونهبطوا، نهبطوا على مارسي ويلا ونجيو. أرواح لنا الجزائر وصاي. أيوة. والله يا عمي نور الدين، الشعب دركا دار لي عليه، فهمتني؟ وبربي إن شاء الله فيها خير، بربي إن شاء الله نزيدوا نعاودوا أنا يا راية. لا الله الحركة كش ما كش ما بالك لعودي يعطونا جو السفر إن شاء الله. لو برومي مارس، لو برومي مارس مليح، عصيان مدني، واحد ما يحل، واحد ما ي... والو كلش مقفول، يقعدوا في ديارهم كيما بكري يشريوا الدقيق. هو دوك نقول لك كيفاه، لو كان دوك مثلا الناس مثلا في باتنا، في باتنا يشوفوا ناس يعني اللي مضمونين، فهمت؟ ناس اللي مضمونين معروفين يعني كيما نقولوا بالصرامه نتاعهم، ومعروفين بالحب نتاعهم للوطن، ما يجيش واحد يعني يلعبها لهم هكذا قال بالعاطفه والله يجي يهزهم. وناس يعني فعلا يحوسوا على خدمة البلاد، يعني تتشكل كوكب هكذا نتاع مجموعة من الناس، خمسة عشرة من الناس 12، باش فيما بعد هما يقروا. تما نقولوا مثلا قالوا اليوم خرجوا، تخرج الناس، قال اليوم الناس راها مسكرة، الناس مسكرة، باش درك لما يعم الحراك هذاك ويصير هو منظم بشكل صحيح، فيما بعد تقدر تفرض انت المطالب هذيك. قال لك انت دير الانتخابات ما كانش،
كان المقاطعة، فهمتني؟ مقاطعة واحد ما يخرج. صح صح فهمتك. من بعد تمشي، هذه هي لازم فيما بعد انت تفرض، لازم هكا في تفرض هذيك المطالب، ومن بعد انت ترغم هاد الناس اللي راهم في السلطة، ترغمهم للتفاوض عجل باش هما يلقاو طريق كيفاش يخرجوا. ولكن دوك لما تكون انت راه هذوك مزربع الامور هكذا، يقدروا هما راهم عندهم الوسائل، عندهم ناس يخدموا معاهم عملاء، فهمت؟ دوك يخرجوا لكم عاقل مثلا في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في هذيك، ويبداو يوجهوا فيهم، والله يوجهوا في الشعب من خلالهم، يخرجوك ناس ما كان والو. ها واحد حل باج الفيسبوك، ها ودار تعليق يديروك عليه، يقول لك ها منا هم تلاقاو وهم هضروا وهم داروا كذا وهم داروا، يا الريح في الريح، على جل باش هما يروحوا للناس اللي راهم معروفين عندهم سنوات من النضال، ويحوسوا على التغيير الحقيقي وكذا، ما يدوروش بجد مخلاصك. تشوف فيهم كيفاش راهم يكتبوا ساعه ساعه، يكتبوا لي التعليق باللي انا راني من تاع الكاشير. فهمت وما راهم هما هذو على جل باش هما يسيوا، باش يوتروك، باش يقلقوك، باش صح. شوف منور الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار. كاين ناس والله على 20,000 يبيع الذمة تاعو، يبيع المبادئ تاعو، يبيع صح. كل شيء، ورانا نشوفوا فيهم، ورانا راهم جيراننا، راهم كذا. صح صح صح، هذو الله يهديهم. وصح إيه، لازم الناس يشوفوا دوك هذه المجموعة، هذو اللي راهم دوك هما هذو نتاع واش يسميهم، هذو اللي راهم دايرين تنظيم، هاد الجماعة انتو ما يسمى بالمشطوبين، وهذو المتقاعدين نفس الشيء، هذو يقدر الواحد ينسق معاهم، يشوف ناس اللي فعلا ناس راكحين في عقولهم. والله اليوم منور الدين في المسجد الكبير تاع بيتنا لبالك زرته برومي نوفمبر، لا اليوم الامام في المنبر، في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشوف لال الفتنه وكذا والمظاهرات حرام، خرجوا له، خرجوا له المصلين، كل خرجوا له في وجهه. خدام على روحهم، خدامين على روحهم، هذوك يبعثوا لهم هما فاكس قال هاي الخطبه نتاع الجمعه وبسلامه بالله. خدام من الدين والله قالش نعلبوها الخبزه تاع كيما مش الناس كامل يقدروا لها، فهمت؟ قليل الانسان اللي هو يرمي المنشفه ويخرج. الناس راهي تشوفها من الدين بوتفليقه اللي راهو يرزق فيهم، فهمتني؟ والله هما واش العبد اللي راهو يرزق، وربي سبحانه اللي راهو يرزق. المهم الاخ الكريم، شوف انت وصي صحابك، فهمت؟ وصي صحابك والناس اللي تعرفهم وكذا، على جل باش ياخذوا الحذر نتاعهم، ياخذوا الحذر نتاعهم، وتسمى ما تخليهمش يلعبوا عليكم، فهمت؟ خلي تضحيات، تضحيات نتاع ناس ماتت، ناس اعتقلت، ناس سجنت، ناس تهجرت، ناس كذا، بعد يجيو ناس يطلعوا على ظهر الشعب، يطلعوا يستغلوا هذيك التضحيات، ما قدموا حتى حاجه للبلاد، حاجه ما دار البلاد، يجي عشيك هو طالع على ظهر الشعب، فهمت؟ ما لازمش الناس تروح. شوف جماعه دارت ثوره، جماعه سرقوها، ولاو يخدموا باسم الثورة والتاريخ. وكنت يجي الناس ماتت البارح، انا واحد كتب لي واسمه تعليق، قال لي واسمه ذاك رشيد النكاز ضحى، قلت واش ضحى؟ قال لي ضربوه، قلت داكور ضربوه. صار واحد اللي تكسر نيفو ضحى، واللي مات هذاك لا ما ضحاش، فهمت؟ هذاك تسميها انت تضحية، واحد كسروا له نيفو، ولو كان جا راجل لو كان دافع على روحه، والناس اللي ماتت اللي مات تحت التعذيب، هذوك لا هذوك ما يسماش تضحية. والله يا بلك تعرف حمام السخنة بلك زرتها من أردين، كاين صيام ثم اسمه متوسط المجاهد حسين سلطان، هذاك راهو جدي أب ما شاء الله. بصح اسمع، هادو جدادنا حاربوا باش نعيشوا حنايا هكا حياتك شغل كريمه برك، فهمتني؟ اش عايشين فيها اولادهم وعايشين فيها هذاك، وحنا رانا اكثر. المهم ربي يجيب الخير، بارك الله فيك من ورديه.
شكرا للاخ صالح. وماذا بكم وعين الشعب برك، وكمل كيما راك هكا راك بيان. هذا ساعه ساعه ونديروا شي اللي نقدروا عليه. ربي يبارك فيك الاخ صالح. ربي يبارك فيك من الدين، وربي يجازيك وربي يوفقك ان شاء الله. فيك. شكرا للاخ صالح. شوفوا ترى الاخ جبت لي الاخ نصر الدين قدم لنا خطة العمل ونحن ننظر في مدى إمكانية تطبيقها في أرض الواقع، فنحن في الميدان وأدرى بمدى إمكانية. يا أخويا مش مشكلة، فهمت، اتصل بيا الأخ نصر الدين ونديرو فيها دردشة ونحكيو في الموضوع. اتصل بيا على الخاص ونديرو فيها نقاش إن شاء الله ونحكي. شوف كي داكش ما تعرف جماعه هكذا بصح ماشي يروح يديروا لنا كيما التسجيل هذا. على الاخ سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس استاذ؟ والله لاباس الحمد لله. واش راك تاير؟ لاباس الحمد لله. ذكرني الاخ سليم هضرت معايا مره. لا ايه كنت راح حاب نتكلم على المسيره. تفضل. المسيرات بان لي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهمتني؟ هتسمى تارك فشلتهم ديركت. لا ماشي فشلت، لا ماشي فشلت، شغل الشعب شرح طالب. الشعب راه طالب باللي بوتفليقه يوخر من الحكم، يعني يقدر يجي واحد اخر من العصابه ولا لا؟ ايه هذا هو السؤال، هذا هو المشكل. هل نغير شخص أم نغير منظومة؟ هذا هو السؤال. ايه المشكلة هنا. والبديل ما كانش، كيما رشيد نكاز ما نكذبش عليك ليس رجل المرحلة. عنده والو هذاك، ما عنده والو. كان والو. عنده والو، ما عنده لا مشروع ولا اسمه، ما عنده والو. فهمت هذاك راهو جيب نقول لك هو إنسان محتال. إنسان محتال وإنسان يستعمل في المانيبولاسيون عن طريق المشاعر، يستعمل في المشاعر. برك هو لما كاين الناس على بالك، شوف نعطيك واسمه إكزامبل برك، وهذه الناس راها قريتها مشي. شوف مرة هذه نقريتها في كتاب نتاع واحد أمريكي ودير هو مجموعة من الكتب، يقول له دير الكارنيجي، معروف هذا الكاتب هذا. ويحكي سمع هو سمع. يحكي في واحد القصة يقول لك باللي واحد المرة كانوا في عائلة، والعائلة هذيك تسمى نتاع واحدة جوز ومات راجلها وبناتها وولادها وك تعرف نسابهم وكذا، وتلاقاو تما في عشاء وجا معاهم واحد هذه كمثال يعني الكلام هذا اللي راه يقوم به رشيد نكاز. جا معاهم واحد تما، هما كي تعرف يعرفوا بعضهم تما، وهو تسمى شغل ايترونجي كيدخل ما عندوش مع من يتسمى شغل متحفظ هكذا، جايب شويه داير شويه ريكول هكذا وقاعد، وبعد قاعد يحكي مع العجوز هذيك. العجوز هذيك مدمره مقلقه، كيفاش يعني تعبت على اولادها وسهرت عليهم وتعذبت عليهم وسكرت عليهم وقراتهم وطلعتهم وهبطتهم كيما يقولوا ربحت عليهم السراد والبراد وكذا. ومن بعد على فند كونت كاين والو، ما كان حتى ريزولطا، ما مش داير له حتى قيمه. هما هذاك الشخص هذاك تسمى شافها قال لها واش الحاجه صافا صافا. شوف باش تشوف واش راه يدير رشيد نكاز. قال لها واش الحاجه صافا، قلت له صافا لاباس منك تشوف اللي عندك دار شابه شفت فيها هكذا. ايه قلت له دار شابه، قال لها والله العظيم، قال لها عندك دار شابه، قال لها لي غورج مخدومين ملاح منا، قال لها متحوفه ما شاء الله.
تحلت هي بعد ما كانت مسكرة وكذا تحلت. قالت لهم أروح نوريك أروح نوريك أروح نوريك. داتوها بطاتو قاعد توري له هذه أنا خدمتها مع زوج هذاك توفى وكذا. ومن هو راه يقول لها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هيلة با 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 ما شاء الله. أيا قلت له شوف قلت له راه عندي السيارة هذه أنا مانيش نستعمل فيها أنا كبرت وتعبت وما مانيش اسمه وهذا الأولاد هذو تعبت عليهم تعبت عليهم ما داروا لي حتى حاجة هاك نعطيها الكادو بضحكة بضحكة. شوف كيفاش ادها صح 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 فهمت لماذا فهمت. لأنه هذوك الناس راهو دوك هو تعب عليهم تعب عليهم تعب عليهم ما كان والو. هذا الشيء اللي راهو يدير فيه رشيد النكاس هذا الشيء اللي راهو يدير فيه رشيد النكاس فهمت. ركب فوق الموجة ركب فوق الموجة دير له شوف بني له طريق بني له طريق دير له مدرسة دير له مستشفى أخدم له ثانوية أخدم له جامعة دير له دير له كذا دير له كذا ما على بالوش بجدك طول حتى واش راك دير ويجي على الحاجة لا باش الحاجة صافا حاجة بعد سيد راهو 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 عشالك عشالك خمم خدم صح راسك صح صح. خدم ترى شوي عقلك برك واش الشيء اللي دار وري لي برك الشيء اللي دار كيفاه سنوات الناس تعذب الناس سجنت الناس اعتقلت الناس ماتت الناس تنفات الناس تحرقت على البلاد ويجي واحد هكذاك بضحكه يديك صح صح. مثل هذيك مثل هذاك الراجل اللي راه مدركم هو والديه يكبروه ويطلعوه ويقريوه اسمه وتجي واحده في الطريق دير له هكذا راح غبر صحيح. صح انا تبان لي صالح والمعارضه اللي علاش ما تفهموش المعارضه على مرشح واحد. انا كنت حاب يكون مقري 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 هو رجل مرحله يا اخي واش نقول لك صعيبه صعيبه فهمت ايه المعارضه كانت تتفق على مقري لما تشوف راهو عندك تشويش بزاف في الخط تاعك لما تشوف انت يا لا عادي انا نسمع فيك كي تشوف انت يا القضيه لما تدرس انت هذه المساله نتاع المرحله لازمك تشوف لونتوراج تشوف ليبيا تشوف تونس تشوف الامور كيفاش راها ملتهبه المغرب تشوف العلاقات مع فرنسا مع الامريكان قضيه نتاع الشرق الاوسط تشوف ما الذي حدث في سوريا في ليبيا في مصر هذه كامل لازمك ديرها انت بعين الاعتبار. مقري مقري دوك لو كان رانا في وضع عادي بحيث هو انه الامور راكحه تقدر تقترحه ربما هناك شروط لم يقبلها مقري مش في ربما نفسه هناك شروط. مش في نفسه هو لو فات هو انه راه هو مش في نفسه هو راه قال راه كابابل وراه قادر وراه انسان جامعي وراه انسان متخلق ولد فاميلا ماشي في نفسه هو مرفوض مرفوض ليش تعود مالك فهمت مرفوض الإسلاميين صح صح. شوف الاسلاميين اسلاميين اذا كان راك تحوس على المصلحه نتاع البلاد غير سي با لا بين تبروبوزي واحد من الاسلاميين فوتها ايه خلاص الاسلاميين قلعهم من راسك نهائيا. الاسلاميين اللي انت تفكر فيه فكر فيه على 30 على 40 سنه ذركا في الحاله في الوضع هذا اللي رانا فيه المعقد من خلال هذه المعطيات الدوليه هذه سي با لا بان باسكو لما انت راك راح تحط واحد انت في الواجهه راك مقدم البلاد للمحرقه فهمت اوكي ها هو قدامك مرسي في السجن والمسيره انا بانت لي بلي خدمه العصابه اكثر من اللي خدمه الشعب المسيره تاع اليوم وراها يكون وراها تاجيل الانتخابات فيه وفيه هذا رايي هذا رايي المتواضع لا هما شوف راه كاين عده احتمالات هما راهم درك شوف
عندهم المخطط ألف والمخطط باء والمخطط جيم وكذا وسين وكذا، راهم عندهم عدة مخططات راهم دايرينهم. هما كيما قلت أنا كاينين الناس اللي هما مش قابلين للانتخابات، مش قابلينها باسكو ما هما أقلية عارفين باللي لو كان يروح الشعب يفوطي يركلهم، فهمت؟ يركلهم صح الشعب صح صح. وبالتالي هما لازم يخلقوا أوضاع، هذيك الأوضاع اللي تمهد لهم باش هما يوصلوا للسلطة بدون انتخابات. تأجيل تأجيل. وكاينين الناس اللي راهم درك هما داخل السلطة، يعني راهم في الصف الثاني ولا كذا، نفس الشيء هذوك راهم يحوسوا على جلب باش هما يوصلوا يوليو هما اللي يتحكموا من، ويلقاو ناس اللي يخلقوا لهم الظروف. دوك الان دوك هاد الناس اللي راهم خرجوا اذا كان ما قدروش ياثروا هذا الحراك راهم رايحين يدوه لهم. صح صح. انا تبان لي تاجيل ما اثروش الحراك، ما اثروش الحراك ومن بعد مشاوه في الاتجاه الصحيح، هذا الناس راهم رايحين هما الحركة هذاك راهين يتلعبوا به، عندهم وسائل الإعلام ويختاروا ناس ويديروهم باللي راهم هما اللي حركوا الشعب وراهم هما اللي كذا وهما اللي كذا، يعقبوها كما يحبوا. تذوق هذا السلطة تشوف اللي راهم درك قول مثلا درك في الولايات المختلفة، شوفوا ناس هما يشوفوا ناس قال مثلا ناس صناديد عندهم مبادئ وعندهم اخلاق وعندهم اهداف وراهم فعلا يحوسوا يخدموا البلاد وينسقوا مع الناس اللي راهم كانوا معارضين وما كانش كيما نقولوا ما يبيعوا ما يشريوا، ينسقوا معاهم على جال باش هما يقدروا فيما بعد يدفعوا الامور الى الامام من اجل خلق وضع واحد اخر، فهمت؟ والا راهم رايحين يديوها غركم كاني هما يروحوا. صح 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 على صح بالهم. اي صح. انا تبان لي قلت لك المسيره خدمه النظام اكثر من الشعب، والله اعلم فيه تاجيل الانتخابات و مازال ما تقدرش درك في نهار تقرا احتمال 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 دوك تبدا دوك الى اذا استمر الحراك وخذا بعد وطني، فهمت؟ ماشي مابقاش هو مركز في مجموعه نتاع اربعه ولا خمس ولايات، والله لازم ياخذ بعد وطني ويكون هناك حراك منظم ومهيكل ومؤطر، وفيما بعد الناس اللي اطروه يكون عندهم كيما نقولوا تاثير على الناس، لما دوك مثلا قال مثلا يجمعوا يتخذوا قرار ويكون عنده صدى عند الشعب يوليو هذوك الناس يخافوا. لما قال بار اكزومبل مثلا غدوه راه واحد ما يتحرك الجماعة، قال مثلا بسمانة ألافونس قال الناس تصرف على روحها وتدير كذا، لما هما يتخذوا القرار هذاك ويكون عنده صدى استجابة فيما بعد الناس هذو لما يقولوا لهم باللي الناس راها طالعة من قال مثلا من ساحة الشهداء للرئاسة، ما على بالهم باللي يطلعوا ما كانش الهضرة، يولي هما ياخذوا الاحتياطات تاعهم. لكن ما دام راها درك الناس ما عندهاش اسمه ما صح صح. شكرا استاذ بارك الله فيك. ربي يبارك فيك. انا عند بعضنا ان شاء الله. صح شكرا. المهم ما تزعفش برك. لا 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 عادي عادي عادي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا للاخ سليم. ايوا شفت الاخ صديق درك كيفاه طلعت والله ما شفتش كيفاه. ها دوك هاك طلعت. ايه واش دير الاخ عبد الخالق؟ ممكن بالك عنده مشكله في الميكروفون برك. هانا طلعنا اخونا الصديق بالك لعله كش ما يفيدنا، يبدو هو انه الخط تاعو راهو ضعيف. المهم المره هذه نورمالمون يطلع اخ صديق. راني بعث لك الدعوه نستناو. لا الاخ الحاج السعدي واش من هضر تاع بن فليس؟ وين بن فليس؟ واسمه المفترض هو انه خلاص درك
راهو اذا كان يحوس على التداول على السلطه راه فرصه على جال باش يخليو طاقات جديده تظهر، يقدر هو يساهم بالراي ولا بالمشوره ولا، فهمت؟ المفترض هو هكذا. نزيد نعاود نعطيك فرصه واحده اخرى الاخ صديق. انا طلعتك يا صاحبي، طلعتك ولكن الله غالب، انا زدت عاود طلعتك درك، فهمت؟ ممكن بالك من عندك الاخ صديق، بالك الخط تاعك ضعيف. يا ولا هذه قال لك الاخ قوى، يا ولدي مافيا عصابه ماشي قوى غير دستوريه، قوى غير دستوريه هذه راه واسمه كلمه خفيفه، قول عصابه، فهمت؟ هذا السيد اللي ما على بالوش بالدنيا خلاص، ما على بالوش بروحه لو اسمه، راهم يحطوه ثم يجيو يصوروه والناس ما على بالهاش ويعلقوا، عندهم ربعه ولا خمسه ولا سته نتاع كاميرا دايرينهم ثم ياخذوا له واسمه لقطات هكذا، وفيما بعد يركبوها يديروا له مونتاج نتاع 40 ثانيه ولا 60 ثانيه يديروا فيها تعليق هكذا والله يعقب. أو بشويه برك الاخ الزيد، المره الثالثه لما عقبتش المره هذه الله يسهل عليك الاخ صديق. شوف خط واحد اخر. فهمت؟ لما طلعتش المره هذه الله غالب ما عندي من ندير لك، نفوت الناس اخرين، راهم كاين اخوه بالك لعودي يطلعوا. يا الله يا كريم. اخ كمال، يعني طلعتك الاخ واسمه الصديق، باين باللي ربما عندك ضعف في الخط تاعك، وقبيل ما كنتش تطلع دوك الان راك طلعت، ولكن راني ننتظر، ما ربما واسمه راه الخط تاعك مضروب. ضعف تاع الخط تاعك، عندك ضعف في الخط. بون شوفوا ترى هذا اللي يرمز، شوفوا ترى هذا كريم، شوفوا ترى الاخ كريم هذا بالك لا الله يطلع. ايوه ها وجا اخونا كريم. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام. اهلا الاخ كريم، واش راكم خوتي لاباس؟ والله على بس الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ كريم؟ راني نكلم فيكم من حدوت تيبازا. ايه ما شاء الله. الله يسلمك. مرحبا بك يا خويا كريم. والله غير على بس الحمد لله. كيش ما داروا مسيره عندكم ولا والو؟ والله غير على كل حال كنت بارمي اللي ساهمت معاهم. ها جاست مليح اليوم والله غير ما شاء الله فاتت. ثم في عندكم في تيبازا؟ سي با تيبازا، سي حجوت بعيد على تيبازا. واحد 13 كيلومتر فوالا. يعني تسمى مام ثم في تيبازا داروا؟ والله غير داروا، خرجنا ما شاء الله اون بلان فيل، كانت التغطيه هايله مع لي جون دي فيو، يعني ما شاء الله مع نابورت كاع شرائح تاع المجتمع كانت ما شاء الله. شما كاين دي فيديو هكذا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا؟ باش تما بعثنا احنا في الفيسبوك في تحدث، انا بيرسونالمون كنت نبارطاجي فيس هكذا. والله لا عليك، تقدر تبعث لي الا تقدرت شما تبعث لي هكذا مقطع هكذا والله نعقبه في لاباج تاع المصالح. بعثوا لي البريفي ننشروا لكم ثم في الصفحه تاع المصالح. داكور تري بيان. وي تري بيان وي. والحاله كيفاش؟ كاين اخوه هكذا من ولايات واحده اخرى، بعثوا لي على الخاص ننشر لكم، بعثوا لي مقاطع ما تكونش كبيره بزاف باش ما تملش الناس، ونشر لكم مقاطع هكذا من الولايه هكذا، نديروا مقاطع هكذا باش الناس تشوف، سيرتو الناس اللي راهم في الخارج متعطشين هكذا يحبين يعرفوا واش راهو صاري في البلاد وكذا. على كل حال بيرسونال. واش تقول كيفاش تقيم انت الاخ، كيفاش تقيم الموضوع تاع اليوم؟
شوف يا اخي، شوف يا اول مره على كل حال كما يقول لك اقتحمت، انا ماشي سياسه اقتحمت، يعني سيتادير انا بكل صراحه لا ما عندي حتى حزب، انا الحزب تاعي الوحيد نحب الجيري، انا يعني الجن الجيري سيتادير الوقت اللي رانا فيه، يعني جو بونس ا مون افي بيرسونيل لازم احنا لي الجيريان كل واحد لازم يبان فيه بالفضل. الجزائر يتعيط لنا على بالكم وتعيط لنا بطريقه سلميه، يعني احنا شعب مسالم من بكري، احنا شعب مسالم. قلت اوموا واحد فينا، كل واحد بكل صراحه يخرج للشارع. الحمد لله طحنا في رجال، طحنا في ناس، مام بكل صراحه، مام السلطات الامنيه كانوا معانا ما شاء الله بكل صراحه. وقلت لك حبينا يعني الجيري هذه لازم واحد يمد صوته، باش حسيت باللي مديت حاجه لبلادي، باسكو بلادي عطاتني، حبيت نمد لها شويه. و جو بونس هذا امون افي، دوكا كل واحد كيفاش يخمم لها. سي نورمال، هذا مشاركه في مسيره، تسمى راهو واحد قام بواجب، فهمت؟ بصح الجزائر باش تبنى ماهيش نتاع تروح تشارك في مسيره وخلاص، لازم تحرص، لازمك تخدم، لازمك تتعب، لازمك تسهر، لازمك تسافر، لازمك تعيا، لازم ماهيش حاجه يا ماهيش محاصره باغ اكزومبل كيما نقولوا في هذيك المسيره وخلاص، يعني الانسان يكون صابر. وعلى بالنا احنا خطوة عامه كيما هذا يعطيك الصحه، خطوه خطوه الواحد. هما شوف نقول لك، هذا الناس قتلوا المواطنه، قتلوها قتلوا المواطنه من خلال الرشوه، من خلال السرقه، من خلال ابن عميس، من خلال الجهوية، قتلوا هذيك الوطنية في الجزائري. عاد الجزائري يقول لك ينعلبوها كذا، ولا يسب في البلاد ولا كذا، البلاد حاشاها هما، هذا الرخاص، هذا المرخص، هذو هما اللي خلاو هذاك المواطن الجزائري نحاو منه هذيك الروح الوطنية. الجزائري مستعد باش يموت على بلاده، لكن هما بالرشوة والسرقة والكذب والتبلعيط ومنه ومنه، يولي يغرسوا فيه، يولي يقول لك يا ودي روح انت قضي حاجتك. يا وانا قالوا لي تخيل انت جواز سفر تاعك، يعيط لك واحد يقول لك انا يا ودي لما كانش نشوف لك فلان، تشوف لي فلان اسمه عبد، جواز سفر تاعي يولي يكثر لك خير ونديه وحقي، شن نروح انا نشوف انا فلان وفلتان انايا. صح الله يرحمه يا اخي، قتلوا الوطنيه في الانسان. انا في بالي دائما واش نقول لخويا ولا هكذا الجماعه، نهضر مع الجماعه يا خويا، هما يروحوا ماشي حنا اللي نهجروا البلاد. يا خويا انا جزائري ونقعد في جزائريتي، وراني في الجيري تاعي نخدم نصابو. كي تكون عندك تتشجع، بصح يا خويا اللي ماهوش مليح يا خويا الكيت لافي بهذا المعنى، ماشي حنا اون كيت لافي سي سا. يا خويا ان شاء الله هذه فرصه، فهمت؟ فرصه. او عمر دوم، واحد الانسان عمر دوم كتب الشعب هو من يطالب بنكاز وانت حر، يعني صح اكزاكتو. يا ريت يعني شعب، قال لك الشعب يطلب بنكاز، ورا هذا الشعب اللي يطلب بنكاز، هذا كلا شعب لا والو. انت تشوف اللي انت دوك راه مئات الناس، هذوك اللي راهم دوك تشوف فيهم اغلبيه نتاعهم ما عندهمش بطاقه نتاع الناخب، ما عندكش بطاقه نتاع الناخب. انت راك انت كي تروح انت غدوه في الانتخاب، كي تجي راك رايح تنتخب، ما تقولهمش انا وني شاركت في التجمع الفلاني او انا ني شاركت في المسيره الفلانيه، يقول لك اعطيني البطاقه تاع الناخب. ما عندكش بطاقه تاع الناخب، سامحنا خويا، فهمت؟ صح. هذوك الناس اللي راهم انت هذوك اللي راك تشوف فيهم في الشارع، هذوك لا يعتدون، فهمت؟ لا يعتدون في الانتخاب. الشيء اللي يعتد في الانتخاب هو الصوت، هو الورقه نتاع الانتخاب. دوك راهم حضروا معاك في تجمع، عندك القاعه نتاع حرشه معمره، القاعه نتاع 5 جويه معمره، ولكن غدوه الصناديق فارغه. قادر واحد يجي معاك يجاملك
يصور معاك يقصر معاك، ولكن غدوه في الصندوق حاجه اخرى، والناس اللي جربوا الانتخاب يعرفوا هذه المساله هذه. للاسف شديد خرج خونا هذا. طبيعه الحال الاخ عمار كل واحد هذا امر مفروغ منه. شوفوا ترى الاخ صديق هذا لا الله المره هذه، ولا ما كانش دير لاغراس في الخط في الخط نتاعك، والله دير له شويه زيت نتاع الزيتون بالك لا عاود راه مقريبي. حتى هدى فرعون هذه كي ما حبتش تزيد لكم في الوسمه، مانيش عارف انا واش بها. ياه الاخ قال له اخ سليم يا ودي ما شباب مساكن ما يعرفوش كاين اللي ما على بالوش، لما انت تنصحه والله توري له كاين اللي غيظو الحال. تسمى انت شغل راك جيت ضد الرغبه نتاعو ولا ضد الاختيار نتاعو، في نفس الوقت يقول لك راهو مع حريه الاختيار ومع حريه الراي. إيه هذا هو. مرحبا بك الاخ واسمو نزيم. شوفوا ترى هذا ابو امجد، اخ ابو امجد راه عندك ان بلوكاج في الهاتف نتاعك. الشيء الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بشيكو دي شيكو ديوي نفس الشيء، راه عندك واسمو الخط نتاعك. شوفوا هذا قال لك الاخ سليم لي سوبوب ترحاولوا او هذا يخصو زيت الزيتون هذا باش يطلع في الخط تاعو هذا. هاني طلعتك الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بجو ولا ما نش عارف، هاني طلعتك مازال راك في الطريق، راهو الخط فهمت راهو يرحي مازال ما طلقوكش الخط. هاني طلعتك هاني ننتظر، راك يكتب لي باللي راه اونكور وهاو يمشي بصح ما كان والو. جاب لي ربي باللي الخط نتاعك ضعيف والله يهديك الاخ الصديق، والله غير طلعتك واحد الربع ولا خمس خطرات، خمسه طلعتك واحد الربع ولا خمس خطرات. ها ودوك نزيد نعاود نطلعك. ها قلت لك راهو عندك مشكله في الخط. اخو انا ما ندخلش مع بن بيتور، فهمت الاخ صالح ما ندخلش مع بن بيتور ما ندخلش معاه، فهمت ما ندخلش معاه هكذا، عندي حاجه شخصيه معاه ما ندخلش معاه. بن بيتور انا عندي 18 سنه وانا لاجئ. بن بيتور كان رئيس حكومه مع بوتفليقه النهار اللي تم الحظر نتاع حركة الوفاء والعدل اللي كنت أنا من المؤسسين نتاعها، بالتالي ما وبالإضافة إلى أنه بن بيتور مشى معاهم صاحبي في التسعينات كامل، مشى معاهم راه من بوضيف حتى البوتفليقة مشى معاهم كامل، خدم معاهم وقف معاهم. ما هاني نزيد ترى المرة هذه لا وتطلع. واش نجاوبك الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بلا كازا؟ واش نجاوبك؟ ما شفتش السؤال تاعك. قال لك الاخ سليم سلكنا من فرعون طحنا في هدى. يا هاد الجماعة يحوسوا يهربوا من بوتفليقة يطيحوا في
في واحد اكثر منه. ما خاطي خاطي، انا راش نكز، انا مش داخل لي في راسي، خلاص بقى واش داخل لي في راسي. الطول ما عنده مستوى سياسي ولا ثقافي ولا اخلاقي باش انا ندير عليه، فهمت؟ ما نديرش عليه، ما عندوش مستوى، فهمت؟ ما عندوش مستوى، خلاص قاعد يستعمل في مشاعر، قاعد يبلعط في الناس، ومخرجين عليه هكذا اسطوانه في وسائل الاعلام، قال هذا هو مليونير وهاو خدم المسلمين وهاو كذا وكذا، بصح النهار اللي تحقق عليه و انا لتولوز، انا رحت ليه، انا عندي 18 سنه وانا لاجئ سياسي، رحت سالته سؤال واحد، قلت له انا اسكو انت اراك ضد النظام ولا ضد الاشخاص؟ سؤال واضح خطر عليه، هو كان جايبها من ورا سلال ومن ورا سعداني. قلت له انا اسكن تراك مع النظام، ضد النظام ولا ضد الاشخاص؟ قال لي انا راني ضد الناس اللي يهضروا بلا وسمو، وراح عطاها القهوه. نعم تحتقر انت واحد هذا دوك انا نديرو، قسما بالله غير مستعد نروح معاه لابعد الحدود، فهمت؟ هذا دوك انا نثق فيه، نثقش فيه، انسان خبيث راني نقول فيها بالصوت وبالصوره، عارف باللي كاين شباب اللي يغضبوا هذيك، لكن مع الوقت راك تكتشف، تعرف باللي راني نصح فيك والله يسهل عليك. شوفوا طلع هذا الاخ بن صالح، اخ بن صالح عندك مشكله، نفس الشيء الاخ اللي طمز الاسم نتاعك بابو امجد، راهو عندكم نفس المشكله، هو ضعف الخط. الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بجوتشي ولا مش عارف، هاني نزيد نعاود نطلعك انت، ها دوك هاو مبلوكي خلاص. والله الله ربي يجيب لك شفاء. قال له تصفي في حسابات شخصيه. شو من حسابات شخصيه يا راجل؟ قال له حسابات شخصيه، حسابات شخصية، شو من حسابات شخصية؟ سيد ظهر، أنا من حقي باش نهضر، أنا راني كنت معارض للنظام، عندي 18 سنة، وراني شاركنا احنا في الوضع هذاك اللي راهو كان موجود في الجزائر، فهمت؟ ناس تسجنت وتعتقلت وماتت وتعذبت، ومنا يجي انت واحد يجيك انت يطلع لك هكذاك، يلا يحب يخطف انت، يخطف التضحيات نتاع اجيال، تهدر نهدر، فهمت؟ نهدر، انت من حقك على جال باش انت تروح تضرب له الزرنه، وتجي تتهم في الناس باللي راهم اسمه، مشي تلعب على روحك، راه تتحمل على روحك، والله، ناس تعذبت وماتت وتسجنت واعتقلت منا، وجيب لي واحد جايني في اخر الوسمو جاي يحب يتلمط على تضحيات نتاع ناس، اكثر من 200 الف ماتت، اكثر من 20 الف مختطف، ناس مهجره، ناس طردت من العمل تاعها، وجاي يتلمط لي على تضحيات نتاع ناس، واسمو انت كي تهضر قال لك راه عندك حسابات شخصيه. واش من حسابات شخصيه؟ اخ محمود مرحبا، تفضل الاخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم عمي نور الدين، انا عندي فيديوهات درتهم في قسنطينه، حاب نبعثهم لك. مرحبا خويا، ما فيش مشكله، بعثهم لي على الخاص، بعثهم لي على الصفحه تاع المصاري. شوف الا ما تقدر لي فيديو، الا ما تقدرش تشوف ما قدرتش، تقدرش تيليشارجيهم، تيلي شارجيهم في الصفحة نتاعك وبعث لي الليان نتاعك، من بعد انا راني تيلي شارجيهم، ماشي مشكل، اي من بعد انا تيلي شارجيهم من الصفحة نتاعك، ماشي مشكل، اي
انا هكا برك كاين عندي واحد 5 فيديوهات لا 6، فيهم 5 دقائق وفيهم 3 دقائق. شوف الفيديو اللي شغل شوفوه مليح الكونيكسيون اليوم ما كانش في قسنطينة. لا حولكم الانترنت والله. ماشي مشكل اي. ما فيش مشكلة، ما كان حتى مشكلة. فهمت؟ ما كان حتى مشكلة الأخ محمود. يا اسمع اسمع يا الأخ إبراهيم، الثقافة مش شهادة، فهمت؟ تذوق واحد يقول لك راهو قرا في السربون، راهو قرا في مانيش عارف انا في كامبريدج، ها هو درك هذاك واسمو قال لك بلي راهو عنده الدكتوراه وراهو ماجور دو برومو، راهو قرا في روسيا ولكن تشوفوا لما انت تشوفوا تعرفوا تقول انت هذاك عمار البيري هذا كبران يهضر خير منه، ماشي قضيه انت واسمو. الاخ الصديق ارواح برك انا من البوليتيك تاعك ارواح هضر معنا ومن بعد فهمت انا ماذا بيا باش تطلع نسمعوك، ماذا بينا على جال باش تشاركنا. هاني زدت عاود طلعتك الاخ الصديق ان شاء الله برك تطلع. يا خويا قادر والله غير قادر حمروش والله قادرين درك قادرين لو كان يعني يقترحوه والله قادرين، بصح اللي يكون كاين ضغط شعبي وكي يمشيو معاه ما يمشيوش معاه ويخليوه يزيدوا يدوروا به المشامشيه، لازم يكون ضغط شعبي منظم ومؤطر ومهيكل، وفيما بعد قال انت راه قضيه وطنيه الى قبل هو يكون فريق من هذا، فهمت؟ لما لا وعلاش لا ناصر قال لك واش رايك في سعدي جمال؟ ما نعرفوش الاخ الكريم، ما عندي حتى اسمه حتى معلومه عليه. ما عندي حتى معلومة عليه. والله راهو عنده وقته هو راهو راه كيما اسمو هذيك الدو شوفو هذيك راهي باتيني راهي يرولي 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 والو ما طلعش. واسمو الاخ هذا صديق راهو في الجزائر واه الى عاد في الجزائر بصح هم يا صاحبي هم كاينين الناس راهم يتكلموا من الجزائر هاي لا كونيكسيون تاعهم مليح. المهم نزيد نشوف ترى نزيد نسي نطلع ما نطلع نطلعك مرة ولا زوج لما طلعت الله يسهل عليك. هاني زدت عاود طلعتك والله العظيم على بالك كي تقلق تكون كل مرة هكذا ما واش راح ندير لك انا. المهم الإخوة أتمنى هو أنه راكم خذيتوا فكرة مع الموضوع، الإخوة اللي راهم موجودين في الولايات إذا فعلا راكم تحوشوا على تغيير حقيقي، التغيير الحقيقي هذا لا يتم بخروج مرة واحدة في المسيرات حتى عشرات المسيرات، التغيير لازم يكون مؤطر ومنظم ومهيكل ويكونوا عنده أهداف ويكونوا ناس اللي قودوه يتمتعوا بشخصية يتمتعوا بمبادئ وعندهم نظرة للأمور، لما هما يقدروا يأطروا هذاك الحراك فيما بعد
يقدروا هما يفرضوا شروط، فهمت؟ يقدروا دوك مثلا غدوه لما يكون هناك حراك شعبي قالوا ودي روحوا هما، روحوا قال حبينا نقابلوا الجماعه هذو اللي راهم في الرئاسه، خرجوا لنا الجدعان تاعكم كما قالها شو اسمه، وتروح انت يتقيه. من بعد قال ها هو الحل، ها هو الحل، كيفاش تتفاوض معهم من اجل ايجاد مخرج، والا حتى داخل الجيش، هو انه تكون فيه قياده داخل الجيش لما يكون هناك حراك شعبي، لانه هما لما يكونوا مسنودين شعبيا ينجموا يتحركوا، فهمت؟ ولكن الحراك الشعبي لازم يكونوا عنده قياده، لازم تكون جهه اللي تاثر. راني هضرتها في التسجيل، شفتوا درك لما كنت نحكي كاين الناس اللي يقول لك روح تبضك مع من تهضر، جي واحد كل يطلع لك واحد يقول لك انت اللي راهو في البرج يقول لك انا هو، انت الصطيف يقول لك انا هو، تاع قسنطينه يقول لك انا هو، تاع النبا يقول لك انا هو، تاع باتنا يقول لك انا هو. روح جيبهم كل رؤساء، لازم تكون فيه جهه اللي هي فيما بعد، والجهه هذه تكون مش خاضعه للسلطه، خاطر الناس اللي خاضعين للسلطه وعندهم عليهم ملفات نتاع شونطاج هذوك اللي يتحرك يقربعوه، لازم الناس يكونوا بعاد على السلطه. شوف ترى كش ما نزيدو نطلع واحد والله، شوفوا ترى هذا الاخ هواري راني طلعتك الاخ هواري وانت اللي رفضته، هواري مرابط. شوفوا ترى الاخ رضا، يا خويا قول له جي، فهمت؟ ولا راك تهضر باسم مستعار، قول له جي ويهضر معنا. اخ رضا، السلام عليكم. استاذ وعليكم السلام، اهل الاخ. كيف حالكم؟ لاباس الحمد لله، انت صباح؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. يمكن واش تحكي لنا الاخ رضا اليوم؟ واش نحكي لك استاذ باش اليوم المسيرة تاع اليوم على كل حال كانت حاجة مليحة وحاجة منظمة وكلش، وشنو هو دوك الحاجة اللي نستناوها؟ هو الكرة راهي في ملعب حكومة، ملعب السلطة على كل حال، ماشي حكومة، تسمى فيا أستاذ؟ تسمى فيا أستاذ؟ أني سمع فيك. شو من السلطة؟ ياه قلت ايش من سلطه يا راجل؟ رد فعل تاعها درك رانا قلنا تاثر عليها. إيه؟ يا رانا قلنا درك بوتفليقه هذا راهو في اداد الموتى، واش تنتظر منه؟ هو تنتظر منه باش يهضر معاك؟ هو راهو في اداد الموتى، هو راه محتاج على جال باش واحد يعدل له سروالو، واش تنتظر انت منه؟ احنا نتكلم على بوتفليقه، باش واحد يرفض بيه ويشفق عليه. الناس اللي راهم دايرين به درك هما راهو دوك قول مثلا خوه ولا واسمو، وراهو يقول لك باللي ما راهوش حابس، موش حاب، راهم هما يحتموا عليه، حتموا عليه باسكو هاد الجماعه اللي راهم دايرين هما درك راهم لما دخلوا في هذا الصراع مع الجنرال توفيق والجماعه اللي معاه، ما كانش واحد اللي يقدر هو يواجهوا به هاد الجماعه غير بوتفليقه، جماعة نتاع توفيق، خاطر الاخرين كلهم حاكمينهم من يوفهم، كل واحد داير له ملف يقدروا يقدروا يجبدوه. انا هذوك الكل سميتهم السلطه، يعني ما قلتلكش على سميتلكش بالشخص بوتفليقه ولا انسان واحد اخر، انا كي تكلمت لك على السلطه بالجماعات المتصارعه بكلش واش راهم هما. يا استاذ حبيت الحاجه اللي نقولها، هو رده الفعل تاعهم دوك هي اللي تحسم من الموقف. يا اللي انا نقول لك الاخ وسام، وكان دوك مثلا هذا الحراك هذا رضا ما يجي فيه قياده قال مثلا مجموعه من القياده في هذا الحراك، فرضا نقولوا 10 ولا 12 من الناس، وهاي المطالب نتاعك، وتروح انت قال مثلا للرئاسه قال هاي المطالب نتاعنا ورانا نعطيكم مهله لكذا، حوسوا على جل باش حنا نحكيو مع هذا
الراس نتاع السلطه هذه نحكي معاه. بوتفليقه راه مريض خلينا منه، نحاوسوا نحكيوا مع هذا الناس اللي راهم في السلطه، ولكن ما عندكش لا في السلطه تروح انت دوك راك تحكي واحد في صيف تقول له واش تحوس، يقول لك انا نحوس نروح نحي بوتفليقه، ها وتحوس بوتفليقه وشمو، يقول لك انا نحوس على نكاس. تروح لواحد انت في قسنطينه تقول له انت واش تحوس، يقول لك انا نحوس نحي بوتفليقه. شكون تحوس تدير؟ يقول لك انا نحوس ندير بنفليس. الاخر انت واش تحوس؟ تحوس نحي بوتفليقه. واش تحوس تدير؟ حوس دير القايد صالح. والاخر 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 لازم نشوف، لازم الناس هي اولا تحدد المطالب نتاعها. واش تحوس؟ تحوس على تغيير النظام ولا تحوس على تغيير الاشخاص؟ الا تنحي بوتفليقه باش تجيب واحد كيما راهم يحكيوا الناس، يقول لك انا يا خويا جيب لنا واحد يهدر، جيب لنا واحد باهي، يا راح انت دير واسمو عرض الازياء. والله لازم لك رئيس، رئيس اللي راهو فاهم التحولات، راهو فاهم واش اللي راهو يجري، راهو فاهم الازمه الاقتصاديه، فاهم الازمات كلها، وراهو يسعى هو من اجل على جال باش هو يوفق بين الاطياف تاع المجتمع، يوفق بيناتهم على جال باش هو يقترح الحلول الصائبه. تروح تجيب لي انت واحد ما عنده مشروع ولا عارف يتكلم ولا كذا ولا كذا، يجي يقول لك انت دي يا ودي روح، الناس ماهيش فاهم دوك. لو كان نقولوا مثلا راهم دايرين مجموعه، وراهم مجموعه نتاع مطالب، والله هنا عندك الحق، ما كان والو. ما هذه اللي كنا نحكيوها، رد السلطه كيف راه يكون؟ دوك هاد الجماعه اللي راهم داخل الجماعه اللي راهم داخل الجيش، قادر انت دوك راك عطيت لهم الارضيه، دوك هما منها. وكلو كان يتوجه الناس قال القايد صالح، قال القايد صالح دبر راسه. القايد صالح هو يقدر يروح قال يقابل السعيد بوتفليقه بالقوه، فهمت؟ بالقوه، ما كانش هذيك نتاع بالقوه. راه ثم قال ودي انا راهم جاوني جماعه، راني استقبلتهم وراهم عندي مطالب وكذا. وقبل ما يتحرك باش تي خطر، كاين بعض الناس اللي راهم فاهمين الامور، هذو راهم عندهم ناس، راهو عندهم درك، هو عنده الجماعه نتاع الحرس الجمهوري. قبل ما يتحرك واحد راهم على باله بهم، واحد لازم يتبعهم، عنده ناس راهم يجيبوا له اخبار كذا. قال راهو جاي القايد صالح، واش جاي يحوس؟ راه مرات حتى تصرى الموت، شبيك تاع فهمت؟ من بعد درك هو باللي ودينا، راه عندي مطالب نتاع ناس، راهم جاوني مجموعه من عده ولايات وراهم قايل مطالب. قال ودي احنا قضيه نتاع راهم يقولوا باللي واسمو تاجيل الانتخابات مثلا. شوف نعطيك غير تصور برك يقول له واسمو سعيد بوتفليقه، اوكي ندرس الموضوع وراني نرجع لك خبر. يجي خارج من ثم يهزوه. راهم عصابات ماهوش سهل باش يطلق. هو في سؤدة الحكم باش يعني يجي واحد يدير مظاهرة على نهار واحد، وهو ردة الفعل تكون تاعه يقول لك انا نتنازل على كل شيء، خضر من الخير هذا على كل حال. يا هو انا سمعت اسمه هذاك هشام عبود، هذاك سمعته وانا قال لي هضر معاه قال له باللي انا مانيش نها، قال له باللي رافض على جال باش تكون سانكيام موندا سحومه، وتسمى شغل كي شغل محتمين عليه. هو بوتفليقه راهو منتهي، غالب عليه بوتفليقه، ما على بالوش، ما على بالوش برامج يستعملوا في المنصب تاعو من اجل مواجهه هذا المجموعه. والحاجه اللي حبيت نسالها لك، ولو كان ان شاء الله يتنوض غدا ان شاء الله يخرج ويحيى، يقول لك الترشح تاع عبد العزيز رئيس عبد العزيز بوتفليقه، راه العهده الخامسه رانا سحبناه. هذا يعني يقدر يفش شويه الغلايه نتاع الشباب. يقدر يمتص الغلايه نتاعهم. بيان سور فاسيلمون باسكو علاه، واش راني قلت لك؟
هي القضية قضية تاع وعي. دوك لو كان الناس راها تكون، علاش راني مقبل انا نقول لك انا دوك لما تكون راها قال مثلا كوكبة من الناس، والناس راها تسمى شغل بيعتهم يعني بهذا المفهوم، قالوا ودي حنا رانا نثقوا فيكم، انتم راكم ناس قال مثلا معروفين بالنضال تاعكم، معروفين بالنقاء تاعكم، هذه هي معروفين الخطوة الجاية اللي بكذا لازم وكذا. تجي. قال ودي حنا نثقوا فيكم، حاولوا على جل مثلا على جل باش انتم تديروا مثلا مجلس ولا كذا نتشاوروا فيه مع بعضنا، يكونوا مثلا ممثلين من ولايات مختلفة، وقال هاي مطالب هاي كذا هاي كذا، كيفاش على جل باش حنا نتحركوا. لكن لما تكون انت ما عندكش هيئة ولا ما عندكش مجلس هكذا اللي هو مثلا يناقش هذه الأمور هذه هذه المطالب هذه وكذا، وتصير انت عندك قوة الاقتراح حتى غدوة غدوة فيما بعد، انت لما تتحرك الناس تتولي تفرض الوسمو نتاعك بالشارع، فهمت؟ هو استاذ بعد المسيره، انا مش راني نشوف على كل حال، ولا حسب كيما فهمتك انت يعني على كل حال انا في طريق واحده. من بعد المسيره دوك نورمالمون يديروا الائتلاف، يخرجوا عباد كما يقولوا من زبده المجتمع ولا من زبده السياسيين المثقفين، نثقوا فيهم، هما اللي يوليو يتكلموا باسم الشعب، هما اللي يولي يقدر يقول لك اخرج غد ما شاء الله، يقول لك المطالب تاعنا هاي لحقت هاي هم ما قبلوناش هذه، كي تولي فيها يعني يقولوا مساومات مع السلطه او ديج هذا هو اللي يطبع صحيح تاع صح مسيره، وغد ما شاء الله يخرج لك هو ما شاء الله يقول لك خلاص انا نحينا على هذا الخمسه ورانا درنا في بلاصتو ما بن بيتور ولا بن فليس ولا داروا اي واحد، وانت دوك خلاص المسيره هذيك اللي ما دارت ما غيرت والو، ما غيرت والو، انت دوك انت تلغي هذه العهده الخامسه، هذه تلغي العهده الخامسه نتاع بوتفليقه وتخلي الانتخابات تمشي كيما راها، من بعد خير بين بن فليس وعلي غديري يا ودي ما كش ما حلت انت حل والله، يا من بعد غدو ما يعاودوا درنا يطلعوا والو، يعاودوا يطلعوا لك الجماعه من جديد، درت حتى التغيير. انا حبيت نقول لك لك يعني كان ما راه بعد تحوس المسيرة الناس دير التغيير، احنا رانا قلناها قبل ما يخرجوا الناس للشارع، قبل ما اسمعتك يخرجوا الناس للشارع اسمعتك التسجيلات راها مازالها موجوده، قلت لهم يا ودي هذا الناس اللي راهم يطالبوا بالانتخابات على جال باش تمشي في الوقت نتاعها، هذو راهم يحوسوا على جال باش يستغلوا الوضع، خطر على بالهم باللي في ظل غياب شخصيات حقيقية راهم رايحين هما يوصلوا السلطة، فهمت؟ يوصلوا السلطة من خلال استغلال الوضع. راني قلتها راه التسجيلات سمعتهم وبارطاجيتهم موثقة ومازال هذا حتى انا بارطاجيتهم، فهمت؟ راني قلتها درك الان الان شوف الان الحل وش هو؟ الحل السريع، الحل السريع هو تأجيل الانتخابات، لازم في يقربوا تأجيل الانتخابات من خلال تحديد الموعد نتاعها، يعني كي تقول انت تأجيل الانتخابات خلاص تما الناس تفهم تفهم باللي ما كان لا عودة خمسة ولا هم يحزنون، تأجيل الانتخابات لا ومن بعد ذهاب الى مؤتمر، مؤتمر وطني اللي هدرت عليه في الخارج ايه، ومن بعد انت اللي راك هضر عليه تشكل حكومه نتاع وحده وطنيه، والحكومه هذيك هي اللي تسهر على واسمه الانتخابات، تسهر على الانتخابات. ماش كي تخلوه ماش كي تخلوه يعني خليني ولا شويه نهضر لك انا على الحلول. ايه الحلول، الحلول ايه، باسكو انت دوكا لما انت تروح تجري الانتخابات تديرها في الوقت نتاعها تخليها بين بن فليس واسمه وعلي غديري هذاك والويزا حنون واسمه، اللي يطلع لك منهم اللي يطلع لك منهم راهو نتاعهم، درنا والو هذا قادر قادر ينتقم والله غير قادر يديرها، هاي قادر ينتقم، فهمت؟ قال انا هاو هذا اخو سعيد بوتفليقه قلت لك نحيه نحيه من راسك، قادر هذا دوك سعيد قال اوكي قال صار هكذا، صار دوك 20 سنه وخويا انا راه مرض على جالكم وانا راه كذا وانا راه تعوق ونشل على جالكم، صار هكذا تحوسوا للتوفيق او نخلي لكم التوفيق، خليه ينحي لكم السراول يروح يطلع هو يجيبها في دبي
والله يجيبها في لاسويس والله هذيك، ويدير فيها يدير فيها الشرط ويحط رجل فوق رجل ويقول لك يلا تحوسوا التوفيق. ها يلا ها روحوا، والله غير قادر يديرها أشبه. قاسم بالله غير قادر يديرها. بس ما شكيت يا استاذ راهم متشبثين بالسلطه يعني بزاف، وانا جاب لي ربي كاين امور في السياسه الخارجيه على هذيك اللي راهم متشبثين بهذه الامور. ما نعرف اذا كاين معاهدات راهم سنينهم مع الخارج ولا كاين اتفاقيات يعني باش تشبث بالسلطه بهذه الطريقه. جاتني يعني ماهيش عاديه، لربما كاين معهم اتفاقيات مع الناس في الخارج ولا معاهدات. راني قلتها قبيل في بدايه الكلام تاعي، وما هاد الناس ما لحقتش في الاول. وما يعني هاد الناس الاراده نتاعهم مستمدينها من هذه القوى الاجنبيه، ماهوش مستمدينها من الشعب. كان جات الاراده راها مستمده من الشعب، بمجرد هو ان خرج الشعب قال اخويا بالسلامه بالعافيه، ماكم مش حابيني تبقوا على خير. لكن ما دام هو ما راهوش مستمد الاراده نتاعهم الشعب، مستمدها من امريكا ومن فرنسا، هما اللي قيدوا عليه. هما دوك لو كان دوك جماعه قال مثلا دوك راهم داخل الجيش، هم على بالهم باللي راه كاينه قوى على بالهم بها، غدوه درك هما مثلا في هذه القضيه نتاع انقلاب، يديروا انقلاب تدخل امريكا، يجيبوك ثم الله فلوط هذيك يحطها ثم في سيدي فرج. قسما بالله والله منعرج راه خطير صح. قسما بالله غير يجيبوها لك يحطوها لك في سيدي فرج. ولا عن بالك انت وسموه، ولا انت السلطه هذه انت عن بالك غير ارواح ليس راها غير تدحس في العواض، راها دول، راها وسمو، راها جيوش، راها مخابرات عالميه، راها اسلحه نوويه، راها وسمو اسلحه مختلفه اقتصاديه الان الالكترونيك، المصالح الاقتصاديه على كل حال هي اللي بزاف. فهمت؟ ايه هما لو كانوا قلت لك انا يا ودي شوف نقول لك حنا رانا عطيناهم قداه من اقتراح، قلنا لهم باللي يا ودي ها هو راهو الوحيد اللي الان مؤهل رغم انه السن نتاعو راهو تقدم به. طالب الابراهيمي لا طالب الابراهيمي راه مريض، احمد طالب راه مريض يا مريض، اللي راهو درك راهو عنده دوك واسمو شويه حواح مروش، وتخدم الناس مع بعضها، تخدم الناس مع بعضها مده معينه تاع 5 سنين ولا 7 سنين. يا سيدي اذا كان ولا بد هو انه يجمد هذا الحزب واسمو العمل السياسي، العمل الحزبي يجمد، عمل حزبي مش سياسي. وتمشي الناس واحده واحده، فهمت؟ تمشي الناس واحده واحده، دير مؤسسات شرعيه، تمشي الناس واحده واحده، دير سيدي مؤتمر، دير مؤتمر وتمشي الناس واحده واحده. هما ما حبوش بالعقل، ما حبوش رايحين لك دوك نتايا رايحين يدفعوا فيها يدزوا فيها. هاي طردقت، هذه راها بدايه برك، هاي طردقت بدايه. وشفنا التسعينات استاذ، شفنا في التسعينات هاي بدايه، وشفنا المسيرات من بعد قادر دير اباج يحدث، دير اباج باسكو يقدر يحدث في اي وقت بيان سور. غدو انت لو كان دوك غدو جماعه طالعين للرئاسه هما راهم فاهمينها باللي شغل كيما انت على انتر كارتي هذيك، اروحنا اروحنا تطلع لثما، تطلع لثما تلحق الواحد المستوى يوقع فيها يطيح واحد. انا والله كي كانوا طالعين كي سمعت باللي كانوا طالعين والله غير خفت، قلت على بالي باللي راح يصرك شي حاجه. نورمال الحمد لله اللي ما صرا والو، كانوا طالعين المراديه سي نورمال، ما ماهوش حاجه سهله يعني باش لحقوا لثما. والحمد لله على كل حال جالس بخير وعلى خير. وانا من الاكسبيريونس اللي عندنا في المسيرات تاع التسعينات واللي شكون واش كنا نشوفوا، لو كان يبقاو هذه المسيرات يحدث انزلاق رسمي، الانزلاق يكون رسمي، وما لو كان باش تقول لي المسيره دائما تكون سلميه هكذا ما كاش منها. الانزلاق يقدر يكون من اي طرف، امور تبدا سلميه، لا الامور تبدا بالسلاح، امور تبدا سلميه ولكن فيما بعد الضغط ضغط 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 من بعد يولد الاحتكاك. لانه دوك انت اللي راهو كان مروح كونجي راهو دوك راهو خدام، راهو اللي لا يبات بيرمانونس، يعيط له مو واش هذا يا اخي قلت نجي
وهو خوك راه زيد ثمرته. الله غالب الميمة، واش راح ندير لك؟ راه كي راك تشوف ياك على بالك رانا محكومين. زيد السمانة الجاية هاي بنت خوه نجحت في اسمه، الله غالب واش ديروا؟ رانا محكومين. والضغط هذاك، الضغط هذاك راهو بشر، الضغط هذاك يزيد يجي واحد، هو واحد راك تشوف فيهم، راك تشوف فيهم، راك تشوف فيهم هنا هنا كاين منهم راهم يكتبوا في لي كومونتير يجي يسبك. انت 200 والديك، لا واش ثاني جاني شوف قراك 200 والديك عندك، انا نقرا عمار قادو ما هذاك واش راك 18 سنه انت راك لا جاي يجي لك يقول لك واحد انت شيات انت تما تصبر مره زوج ثلاثه اربعه من بعد لو كان تحكمو تعطيه بدماغ فهمت تعطيه ترعفو والله ما واش مكانش خاطر كاين الناس اللي ما يفهموش ما عرفش دونك ذوك الشرطي الشرطي واش هو هو راهو جزائري في النهايه هذوك انت يجي ليه واحد يبزق عليه ولا واحد يقول له يا حركي والله يقول له اسمه يبليسيه واحد يبليسيه زوج يبليسيه ثلاثه يلحق الواحد المستوى لانه يفقد الاعصاب تاعو يلا يجبد لك كلاش يلا يعطي لجدهم كامل فهمت باسكو الناس ما على بالهمش واش راهم يديروا موش سهل هو موش سهل انا حضرت وشفت المسيره هذوك والله حبسوا انزلاقات وربي يستر على كل حال وان شاء الله ما تعاودش ان شاء الله تكونوا كما يقولوا ديزانتيليجون كونوا يعني الحيليين مع روحنا ما يخلوش الامور يلحقوا الانزلاقات كما تهضر انت انسان يديروا بلاش انا يجروا الانتخابات ولا يديروا يبروبوزيو حمروش ولا ماذا بينا والله ماذا بينا ما حنا كرهنا من هذه الامور هذا تاع الحكومه وما دورك هذوك راه نشوف راه دائما رانا في سفينه مثقوبه عده اقتراحات كاينه عده اقتراحات اللي قادره توصل هو الحاجه اللي واسمه هو المؤتمر مؤتمر رانا منذ سنوات وحنا نهضروا عليه المؤتمر هو اللي راهو رايح تسمى يبعد الانزلاقات ويبعد الانفجار المؤتمر من بعد سيدي يقدروا لما انت تشكل حكومه انت وحده وطنيه تجيب ناس قال مثلا واحد من تاع الار سي دي واحد من تاع حمص واحد من تاع قال تاع جبل الله واحد من تاع الاف اف اس واحد من ما على باليش انا تاع من تاع فلان باسكو ما لازمش انت تبنيها على الاقصاء ما لازمش تبنيها على الاقصاء وكذا كذا كذا تلتف الناس حول انت تاع حكومه وحده تاع حكومه وحده وطنيه والله انت تكنوقراط جماعه يكونوا ناس خبراء يعني ما عندهم حتى انتماءات سياسيه وينظموهم انتخابات رئاسيه ديروا انتخابات رئاسيه فيما بعد قال برلمان شكل برلمان وتروح الناس تمشي وحده وحده لبناء دوله جديده هذه هي تيلي هو بالطريقه هذه استاذ بارك الله فيك هذه الناس رايحه للحيط رانا منذ سنوات وحنا نقولوا يا ودي راه الشعب الجزائري مش الشعب الليبي راه الطرطق راه الحلف الاطلسي ياكلوا راه الشعب الجزائري لا ناض راه غير ربي راه التسجيلات مسجله وراها منشوره كان بزاف اللي سمعتهم بزاف اللي سمعتهم يا استاذ على كل حال بارك الله فيك استاذ ان شاء الله يسمعوا لك وان شاء الله يعطيك الصحه للاخر وطلع لنا هذا عمار قدوم على بالي اخويا ما عنديش مشكله يحب يجي مرحبا به ما عندي حتى مشكله وحاجه مضيفه ماذا بهم اللي عنده الانترنت ضعيف يطلع الفي بي ان يستعمل بالفي بي ان انا راني نستعمل فيه على هذيك اللي راني نهضر معك يا خويا شوفوا الجماعه هذو ربي يبارك في الاخرين إيه صح. شكرا للاخر هذاك شوفوا ترى هذا عمار هذا ورا هذا عمار هذا وما كانش عمار هذا خلاص ما كانش في لا ليست ورا هذا ماكش موجود في لا ليست شوفوا ترى لك كان تقدر تطلع ورا شفت هذا يا سيدي والله نطلعك يا سيدي احكي انت على بالي بالك لا درك تحوس على يا الاخ عبد القادر على بالي ربي يكون معاهم هذا من واحد يقول ربي يكون معاهم راه عندهم ضغط هاني طلعتك الاخ هذاك عمار هذا قال لك كدير في المعرفه معرفه في الفيسبوك
المهم ان شاء الله تطلع برك، ما تهربش برك، راني طلعتك. يا الله يا كريم. المهم يبدو الاخ عمار راهو عندك، واسمه اخ كمال، قال لك لازم كل جمعة مسيرة. هاك شفت كيف انا طلعتك الاخ عمار وما طلعتش، عندك ربما الخط تاعك ضعيف. شوف ترى هذا الاخ خالد، فهمت الاخ عمار، هاني طلعتك باش ما تقولش هاو حقرني. كاين اللي السلام طلعوا. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الاخ خالد. واش راك استاذ؟ لاباس الله بخير. يبارك فيك، من راك تكلم فينا الاخ خالد؟ انا كنمو فيك من سطيف. ما شاء الله يا خويا، ورينا نشوفوا، شوفوا وجهك يا سيدي، سطايفي ومدرق وجهك ولا كيف؟ دقيقة، معي هنقول العائلة يا أستاذ، معي العائلة معلش اللي هنا معلش في هاك، معذور معذور واش راك أستاذ لاباس؟ والله غير لاباس، ربي يبارك فيك. شمن برجه ولا والو؟ شوف يا أستاذ، الفكرة برك يعني أنه الشعب الجزائري والله غير رونية بزاف وعاطفي بزاف، لدرجة أنه الريح كما نقولوا احنا عندنا المثال يقول لك الريح اللي جيت ديه راهو ما يعرفش الخبث والدهاء تاع النظام هذا، راهو بركش 100 مرة خير منا، راه مسابقيننا نقولوا احنا كيما نقولوا احنا عندنا هنا لهنا، راه مسابقيننا باش هما بالكش بالعهده من 2014، راه مخططين للنهار هذا تاع 2019، بيان سور فهمني يا استاذ؟ بيان سور، ده امر راه مفروغ ماهمش منه. حابين يفهموا هما هما باش هما في الوسم نتاعهم بوتفليقه يخرج ميت رئيس، فهمت؟ يعطيك الصحه استاذ. هما الشعب الجزائري مش مدير حاجه في باله، انه لو النظام هذا باش يروح لازم يفهم باللي بشار الاسد كيفاه ما قدرش يروح، لو راح بشار الاسد من سوريا يروح النظام هذا ويجي يتصالح وجمعته من النظام هذا، سوريا تحصدت كامله يا استاذ وما راحش بشار الاسد، صح ولا لا يا استاذ؟ ايها انت يا استاذ لما باشكينا. تهضر للناس راهي ما تفهمكش، كاين اساليب برك توصل فيه بدي ميساج، كاين ناس ما تفهمش. انت كي تقول لهم الدوله هذه اللي معتمده على قوى خارجيه وعندها التزامات وارتباطات مع الدول الاجنبيه ما يفهموكش يا استاذ، راهي مش بالسهل باش نحيي نظام هذا متجذر، راهي الدول لهنا، راهي اليابان وراهي بريطانيا وراهي الامريكان وراهي فرنسا وراهي راهي دول كبيره لهنا في الصين الجزائر، مش سهل روسيا، بالسهل. عندهم دوكا دوكا راهم كل عندهم الدول اللي علاقات راهي مع مشاكلها الصين، شوف عندهم علاقات مع الصين، عندهم علاقات مع الروس، عندهم علاقات مع الألمان، عندهم علاقات مع الأمريكان، عندهم علاقات مع فرنسا، راهم درك شوف نقول لك هذه الأموال اللي راها عندهم، أموال تاع البترول وين راهم دايرينها؟ راهم دايرينها في حيدرا، يا مديرينها في كان جنيف، عندهم. راهم دايرينها في فرنسا، راهم دايرينها في الأمريكان. بالتالي أنت إذا كان كنت راك تحوس على المصلحة نتاع البلاد، خمم خمم شوية، هاك رحت قتلت انت القذافي، شحال المليار راح؟ راك تحوس على المصلحة، ماكش تحوس على المصلحة، انت انسان راسك مضروب مرطو، ماكش تحوس على المصلحة، هاك انت رحت انت قتلت القذافي وراك انت قداه من كونت راحوا راح ادات صح. اموال، راح اداتهم امريكان واداتهم سويسرا واداتهم كذا، نفس الشيء زادوا عاودوا داروه في صدام حسين، نفس الشيء داروه مع علي عبد الله صالح. درك انت هذا صح، الجماعه نتاع بوتفليقه، كي انت درك انت تروح تطلع للرئاسه هزو كركرو وقتلو، ومن بعد درك لا صح راك تحوس على المصلحه نتاع البلاد، حاول هو انك تلقى انت طريقه. شوف نعطيك مثال، مثال من الواقع، انت عندك درك واحد مهبول وراهو عندك ولدك ابنك راهو حاكمه هو، فهمت؟ والله حيوان مفترس، وراهو عندك ابنك راهو ثم قدامه، يا هل ترى من المنطق هو انك انت تلقى طريقه كيفاش انت تخلص ابنك منه والا تروح تهاجمه؟ صح، هذا راهو شعب،
ماشي واحد، ياو الشعب راهو تحت القبضة صح نتاعهم، راه صح تحت القبضة نتاع الأمريكان وتحت القبضة نتاع فرنسا وتاع اسمه. المنطق هو أنك تمشي بعقلك من أجل تخليص الشعب تدريجيا، فهمت؟ صح ترى درك واحد كيعود راهو يتكيف الدخان، دخان يتكيف دخان، راهو قال مثلا كي يجي بطل يبدا ينقص، قال اودي كان يتكيف 3 باكيات والله قال ينقص شويه يولي يتكيف 2 باكيات، وقال من بعد يولي صح يتكيف باكي، ومن بعد بشويه بشويه اسمه. يا انت الناس راه ارتوت ارتوت بالسلطه، تجي انت هكذا قال في صح عشيه وضحاها ما كان والو، كاينش منها كاينش منها، لازمك تمشي بشويه تدريجيا. هو انه اول المؤسسه نتاع الجيش هذيك تبعدها تدريجيا ماشي من نهارك، في البدايه لازمك تشاركهم في النقاش. وهذه الجماعه نتاع السلطه اذا كان لقيت انت ناس راهم دوك قابلين على جال باش هما يخرجوا بطريقه اللي تحفظ لهم ولو ماء الوجه، واش يا صاحبي انت دوك هذا البارح بوتفليقة بوتفليقة بوتفليقة، تروح انت دوك تشوف الفيديوهات في سطيف في عنابة في بشار في وسمو، تقول انت شعب راهو برا بوتفليقة شطيح ورديح في الشجر، تقول انت قرودة في الوسمو ما محاكمين حتى بلاصة، وذركا صحيح يحرقوا في أستاذ الفطوات نتاعو. شوية شوية يا صاحبي شوية، راني ضده، انا صح راني صح ضده من النهار الاول، بصح شوية انت لما تشوف انت واحد دوك انت هكذاك يعني يتمرمد، هو راهو قلنا لكم راه ميت ميت يا سيدي، يا من الإنسانية هو راه ميت ميت وخلاص، انتهى الأمر تاعو، راهو انتهى من منذ 2011 والله خلاص يعني صاي 2010 2011 خلاص. أستاذ اما بالنسبه للنقطه الثانيه انه الشعب بزاف يتكلم عن المعارضه، والمعارضه هذه انا المعارضه بالنسبه لي ما عندناش معارضه، لانه لاش لانه النظام هذا ذكي، المعارضه هذه اخترقها كامل، هو خلق معارضه مخترقه، المعارضه هذه انه ما كانش معارضه بالجزائر مخترقه كامل، والمعارضه كامل شراها كسروها لا اخترقوها كامل، كامل المعارضه مخترقه. أحزاب اللي كانت موجودة، شوف أحزاب اللي كانت موجودة، كانت موجودة 3 خيارات، الخيار اللي كان في الوقت نتاع الفيس نعم. والأفلان فيس اللي كان يمثله عباسي مدني وعلي بالحاج، والأفلان اللي كان يمثله مهري، والأفافاس اللي كان يمثله أيت أحمد. الانتخابات أفرزت 3 شرائح في المجتمع، 3 فئات في المجتمع، 3 خيارات موجودة في المجتمع، 3 أقطاب يا سيدي موجودة في المجتمع. نعم هي هذه 3 درك، من بعد هما تكسروا تكسروا تكسار، الفيس تكسر، جاب الله دار حزب الأول النهضة تكسر، زاد دار الإصلاح زاد تكسر، زاد دار درك هذه نتاع العدالة، تو الجماعة نتاع حمص راه هذاك راهم قدام من حزب دارو عمار غول ذاك ذاك ذاك، تاع الأفلان راه خلاص أفلان ولات ما حاشا الشهداء وحاشا المجاهدين، والأفافاس راح تسمى بذهاب أي تحمد خلاص، درك تشوف انت كريم طابوها وداير حزب قدام من واحد راهو درك واسمو وخلاص، يعني تسمى راهو كاين انقسام موجود داخل المجتمع. دوكا راه بقات معارضة نتاع أشخاص، تروح دوك شكون راهو في الفيس، كاين علي بالحاج، كاين علي بالحاج وشمو هذوك راهم كاينين هكذاك اشخاص، ولا الناس اللي راهم موجودين في الخارج، لكن معارضه مهيكله يعني كاحزاب وكمنظمات كذا وراها مثلا عندها وشمو ما كانش. اما بالنسبه لهذا رشيد نكاز، والله يا استاذ انا نساندك في هذا القول تاعك وفي الحق تاعك، لانه ما عندوش تاريخ نضالي، ما عندوش تاريخ سياسي، انه هذا نشوف فيه شخص ركب الموجه، والشعب الجزائري متعطش يشوف وجه جديد ويقول لك نشوف رئيس يمشي ويهدر. هذه انا نأيدك في هذه النقطه يا استاذ، لانه الشعب الجزائري شعب عاطفي، البارح يقول لهم انا نوكل في الفول مع احفاد العربي بن مهيدي، والشعب الجزائري يضحك ويقول لك هذا هو الرئيس يعني والله غير كلام تافه، هو اليوم ياكل في البيتزا تافه في برشلونه،
الباهي يقول لهم في طريق ميلا، يقول لهم انا ناكل في الفول مع احفاد العربي بن مهيدي والشعب الجزائري فرحان وعيد. واليوم راه من تاريخ واليوم راه هو ياكل في البيتزا في واسمو قول اليوم راه هو ياكل في البيتزا نعم. في اسبانيا مع احفاد واسمو نتاع ميشيل بلاتيني. يعطيك الصحه استاذ. انا باش نقتنع استاذ بواحد لازم عنده تاريخ سياسي، لازم يكون عنده تاريخ نضالي، لازم يكون قاوم. هذا مزال ما شفناهش مره، هذا وين ديماره، هذا وين بدا استاذ. ما عندوش. وبارك الله فيك استاذ، والتحليل تاعك تاع المظاهره تاع استاذ راني سمعته كامل، وراه التحليل تاعك راه كان صائب 100%. ربي يبارك، ربي يبارك فيك يا خويا. يا خويا وجدنا شويه مبرجه بركه، اسمع وجدنا شويه مبرجه بركه والربيع وجاي ان شاء الله يا استاذ الغالي. ان شاء الله انا نستفاد منك وان شاء الله كاين الربيع ولا ما كاينش. وانا عجبتني حاجه يا استاذ، انا عجبتني فيك حاجه يا استاذ، انه الجماعه اللي راي انك تفيق لهم، الجماعه اللي معارضه، وجماعه الدي ار اس، جماعه المخابرات، جماعه اللي تفيق لهم. اسمع اللي بين راسه، اللي بين راسه نعطيه طاح ضرب الاولى تعطيه. كاين يا استاذ راه كاين. هيا استاذ طال خير وطال في روحك، ربي يبارك فيك وان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لنا الامن. شكرا ربي يحفظك. شكرا الاخ خالد، ربي يبارك فيك. ها يا شفت نزيد نعاود نجرب معاك المره الاخيره الاخ صديق، ومن بعد نجي لك اسامه، نجرب معاك المره الاخيره الاخ صديق، ومن بعد نجي لك اخو اسامه. ايوا الاخ مصطفى، مصطفى عبد الباري، وعليكم السلام. ايا الاخ اسمه ترمز الاسم نتاعك بلولو، كانوا هالو تاع مواطنه هذوك راني قلت لك من الاول جماعه نتاع الدياراس هذوك حبوهم يسرقوا الاسم، وحبوا يوظفوها لصالح غديري، فهمت؟ دوك اعتقد باللي الميساج راه مشى غديري. سي شوف نقول الغديري هذا خلاص تعرى سيفيني هذا، شوف نقول لك لو كان ما يطلعوش بانقلاب غير شوف الانتخابات غير كنك والله ويضربوا لا يديهاش، يطلعوا بالانقلاب هما. شوف نقول لك المهمه نتاعهم الدسائس والوسمو. الله غالب الاخ وسمو، راني طلعتك شحال من مره الاخ ساسي، شوفوا ترى مع الاخ اسامه طلعتك شحال من مرة. ربي يبارك فيك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك ب تاع قسمطينة لولو، ربي يهنيك. السلام عليكم. أسامة وعليكم السلام، مرحبا بك. واش راك؟ والله غلبس الحمد لله، واش راك تاعك؟ لا بس طيبين الحمد لله. السلام عليكم جماعة، حبيت نشارك معكم إذا تسمحوا لي. عندي بعض النقاط سجلتها، وان كان اليوم مانيش مركز مليح مع الاحداث، شويه خذانا الجانب العاطفي شويه. روح برك اضرب برك اضرب برك فوالا. الحاجه الاولى نظن باللي اليوم الشعب الجزائري يعني بنسبه كبيره ادى الشيء اللي لازم، ادى الواجب نتاعو، ادى الشيء اللي عليه، ولو مرحليا في المرحلة هذه خرج للشارع وتصرف طريقة سلمية والحمد لله. معناتها صراحة أنا جزائري وعايش في الخارج، البارح كنت متخوف شوية ما لبناش وش رايح يصرا، ولكن الحمد لله اليوم كشفنا كيف جازت الحالة الحمد لله. كاين نقطة سوداء اليوم هو الإعلام، هي ماشي جديدة على كل حال ولكن ما لازمش نفوتوها لهم. الإعلام الصفحات، مجمل صفحات فيسبوك اللي تبث من الجزائر وكل القنوات الخاصة والعامة، يعني وكأن لا حدث، لا حدث. الناس خارجة ومظاهرات ومسيرات، وهما واحد داير لك شريط على تربية النحل والمراعي وكذا. يا خويا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أسمع الإشارة تاع الدونتيفريس جستمون.
جيستمون يعني عالم اخر. والاحزاب بون ما تبعتش الاحزاب اسكو تفاعلوا ما تفاعلوش، ما سمعنا لهمش لا همسا ولا غمزا. كاين على كل حال، سمعتك من قبيل هضرت على حمروش وكذا. انا يا استاذ يعني شحال من خطره دخلت معاك وتكلمت على النقطه هذه، مثلا حمروش ولا اي شخصيه واحده اخرى، نظن باللي جيسكا كون يقارع عليهم الشعب. اليوم الشعب خرج، هذا لا الشعب لا خرج. كل هذا بدأ المعطيات بدأت تتبدل. حمروش، شوف نقول لك، حمروش عنده زوج حوايج، هذو ماركيهم عندك. اما حياد الجيش، تسمى الجيش يكون محايد لما يشوف هو، يقولوا مثلا دوك راح يديروا انتخابات والجيش راهو اختار مرشح، ما يدخلش الانتخابات، والله وديروا ما يدخلش، خطر على باله بروحه. يعرف الجيش بحكمه وانه راهو ابن النظام، اذا كان الجيش راهو اختار اكس خلاص، والا هو انه الجيش يوقف معاه. درك حمروش لو كان درك باريزون في مثلا درك حراك شعبي مؤطر ويروحوا ليه قال ها هو كيفاه 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 كيفاه، ممكن يمشي ويكون مثلا نجمع نتاع الجيش يقبله، ممكن يمشي كخيار. ايوا، ولكن اليوم راهي على كل حال اكبر مؤشر هو تحرك الشعب. يعني مهما تكون قوه الجيش، ولكن يجي وقت ويحدث التغيير، نورمالمون تكون سلطه الشعب هي اقوى من سلطه الجيش. ما تديرش اني فاهمك، يعني ماهيش حاجه سهله، ولكن ممكن، لما لا، كما كنا متخوفين من المسيرات مثلا، هي اول يوم جازت بخير. جبت واحد المره في مثال تاع الاحتقان، احتقان قلت لك انا واحد المره، مش عارف معاك انت ولا مع واحد من الاخوه، المهم كيكون راهو الماء جاي، المال 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 راهو هابط 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 هابط، ومن بعد يبداو الوسم هذوك الثقب هذوك الكبار هذوك، قال يجي مثلا حطبه تباري، من بعد الاخرى حطبه والاخرى والاخرى، يبدا الماء طالع 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 طالع، لابد هو انه يحصل الانفجار. احتقان نفس الشيء، احتقان يجي من الضغط هذاك، الضغط راه البطاله، العنوسه، الحقره الجهويه، الرشوه، الفساد بشتى الاسم نتاعو، والامور الحلول ما كانش، راها غير مؤجله وزايده زايده زايده زايده، من بعد يصير الانفجار. هما درك واش داروا؟ راهم داروا عمليه نتاع تنفيس. شغل انت دوك لما تخرج الناس، شغل واحد راه دوك قال خرج، سب عيط قال واسمو، خلاص تفش شويه او ديجاجا، راه عمليه نتاع تنفيس. بس حضرك اسكو دوم، الله اعلم. ايه، هذه لانه ما لازمش، هذه غير البدايه فقط، لازم كيما قلت، باسكو كي تشوف مثلا الشعارات كلها بوتفليقه بوتفليقه بوتفليقه، اليوم درس في الحياه، على كل حال درس اخر في الحياه لكل اللي من له عقل، هو لما تشوف التاريخ تاع بوتفليقة والحياة اللي عاشها، واليوم معناتها حكم البلاد 20 سنة، ويحب يكون سلطانها وملكها هو عظيم الجزائر، ولكن شوف ربي سبحانه كيفاش دار. اليوم في 48 ولاية يهان من طرف الجزائريين، حتى وإن أنا شخصيا نعارض إنسان وبلا ما نهينه، ولكن هو وصل روحه هو والكلون تاعو كامل، لو ان كان ممكن هو مغرى في غيبوبه ما على بالوش، ولكن هذا درس. بون، كاين هذاك الشعار، انا مقلقني شويه، بوتفليقه يا المروكي كذا، شغل سي تين ميشونستي غراتويت، شغل سي با لا بان نورمال. لا هذيك اسمها فولو، هذيك فهمت، داروها جماعه تسمى على جلب باش يهينوه، فهمت، قال باللي ماكش جزائري خلاص، فهمت، هذا هو القصد نتاعها. ولكن هذا الناس لو كان جات راهم، هذا الناس، هذا الشباب هذو، انت راك تقول باللي بوتفليقه مروكي، كون هو انه راهو زايد في وجده، علاه ما تقولش على نكاز باللي قاوري؟ اكزاكتومون، علاش ما تقولهاش؟ وفي هذا الحال نكاز ثاني قاوري، ايه، يبقى هذا اللي بوتفليقه، هذا اللي دركا
مهما كان الامر انا راني ضده ضده من الساعه الاولى، ولكن مهما يكون الامر اذا كان كنت تكون انسان منطقي وانسان منصف راهو اجتهد اجتهد طلع اهبط دار لقاءات مع رؤساء سلف جاب دراهم ظهرت له هو من الحظ نتاعو طلعت الاسعار تاع البترول دار علاقات مع نتاع دول الخليج جاب بعض الاستثمارات دار بعض المشاريع الانسان ما يكونش اسمه هذا واسمه واش دار لك هذا نكاز واش دار لك نكاز قالك باللي راح نشري الخبر ريح في الشبك قالك راح نشري شارلي ابدو ريح في الشبك هو من اجل استعطاف الناس وراهو داير كونت قالك هاوي يوسي يلم في الضرائب واسمه مليون مليون اورو باش واسمه يسلك المنقبات بصح هو رام على جل باش يستعطف الناس هذوك الاسلاميين اللي الروس تاعهم كوديا باش هما قال والله السيد هذا راه يدافع الاسلام يلا فرسيولو صح هذه كاينه صح كان شفتها خطره واحد من المشايخ الكبار يتكلم عليها على كل حال رجل هزم دوله ورايح في الرايح مسكرين كاين نقطه كاين نقطه كاين نقطه مهمه انا كنت قلتها واحد النهار بوتفليقه في الجزائر ليس هو كل المشاكل تاع الجزائر هو جزء من المشاكل تاع الجزائر قلنا بالنسبه لي المشكله الاكبر هما الناس اللي جابوا بوتفليقه والناس اللي جابوا بوتفليقه أبار هذوك الناس اللي توفى ولا اللي راحوا لاروتيرات مازالوا في السلطة مازالهم في دواليب السلطة معناتها اليوم إحنا إلا تخلصنا من بوتفليقة اليوم أما اللي جابوا بوتفليقة مازالهم في المخابرات مازالهم في الجيش مازالهم في مهم في مختلف دواليب السلطة ما لازمش الشعب يعتقد أنه خلاص مثلا راح بوتفليقة خلاص الدنيا هانية ولا نمشي معنا اي انسان يعارض بوتفليقه فقط نمشي معاه لا لازم تشوف البرنامج تاع السيد هذا لازم تشوف التاريخ تاع السيد هذا كان اخ قال لك راكم تهضروا على نكاز واش دخل نكاز في الموضوع نكاز جا كمثال فقط يعني انت تستغرب مثلا الناس كيفاش تمشي مع انسان بلا ما تعرف البرنامج نتاعو مثلا تجيك انسان ما شفتش البرنامج نتاعو راك تمشي معاه على اي اساس راك تمشي مع نكاز مثلا ولا مع شوف نقول لك ها ونعطيها لك ويجربوها برك هاد الناس اللي راكم تسمعوا فيا راه منكم اللي راهو حتى يسب جرب برك كي تلتقي انت ونكاز اطرح له اسئله جوهريه اذا كان جاوبك نصوم على الهضره نصوم ما نزيدش نهضر ما يجاوبك تطرح له سؤال شوف تطرح له سؤال تقول له اسكو باباك راهو شارك في الثوره الجزائريه يقول لك هو انا على بالك باللي عندي خالي كان يجيب الشمال للمجاهدين فهمت هذا هو الاجوبه تاعو انت تطرح له سؤال هو يديك يدربلك يديك الجهه واحده اخرى والناس هما يوسيوه عندهم قلت لك مؤثر عليهم بهذيك الضحكه الصفراء هذيك ولكن العقل ما كانش والو تطرح انت جيب لي فكره من الافكار اللي راهو يوسف يعطيني مشروع تاعو اللي انت على اساس وراك تذوق يرحم والديك رايح الخنشله رايح تجمع التوقيعات ولا رايح دير تجمع رايح لسكيده ولا العنابه ولا قسنطينه رايح دير توقيعات ولا رايح دير تجمع توقيعات يا اخي التوقيعات راهو قانونيا هذا كي نركزوا على التوقيعات قانونيا راهو عندك 60,000 توقيع بالقانون هذا جديد إذا كان كنت راك لميت التوقيعات على وراك الدور حبس التاب البرنامج تاعك هذا كيتو لكن هو الهدف نتاعو ليس الانتخابات على باله بروحه باللي في المجلس الدستوري ما يفوتش على باله راهم قالوها راهم قالوها راهو يهيئ في الأرضية راه يهيئ في الأرضية الناس اللي يجيو من بعده وهي بدات تبان فهمت هاو اليوم عطاها عطاها الإسبان جماعة راه في زيرو وعطاها الإسبان جستمون بداو لي سيناريو هذوك المصطنع المفبركة تبان نفس الشيء مثلا باش ما نهضروش غير على نكاز نفس الشيء مثلا تشوف الغديري ولا حاجة كان يعني من طريقة الكلام يبان بلي الإنسان مهزوز ما عندوش ثقة ما عندوش برنامج ما عندوش رؤية يعني
هكذا مجرد ظاهرة زمنية وتزول تكون هذاك اسمه شكون الغديرية يا ولد، كيبهدل إيه هذاك قاسم والله بالله. هو العظيم. عمار البيري، اسمع هذاك هو عمار البيري، هو كبر انا وعنده مستوى عليها والله. على والله خير غير كتير كان تحيل ذاك جنرال هذا، جينيرال، والله العظيم وقدموه لنا ديريكتور جو سي با دي ريسورس ايمان ودكتوراه وما على باليش، ولكن سا سعد ديغاج بونا با على هذيك لا الرحمة. بيرسوناليتي ولا هذيك لا كونيسونس. تحس بلي الانسان مهزوز مهزوز، ما عندوش الثقل، ما عندوش. انا باش ندير غير مقارنه على وجه المقارنه فقط، مثلا استاذ تتفك تتذكر مليح بوتفليقه مثلا كي جا في 99، كيفاش يتكلم الطالب الابراهيمي، كيفاش كان يتكلم حسين ايد احمد ربي يرحمه، كيفاش كان يتكلم. يعني تحس ناس عندها الناس عندها وزن تبخس الناس اشياءهم، فهمت؟ انا اني قلت لك شوف، انت دوك انت راك ضد واحد، ضد الطريقه اللي جا بها او ضد السياسه اللي استعملها، ولكن انت درك ها هو درك انا في هذا الوضع هاني ضده مش من الان. وقلت لك راني انا دوك المرحله نتاعو كلها قضيتها برا في الخارج، ولكن لو كان انت يا تخيرني تقول لي انت باللي اسكت تقبل باللي هذا الجماعه اللي راهم مع بوتفليقه يقعدوا هما، والله تقبل نكاس نسنيك بيديا وبرجليا كونتر نكاس. أكيد هذه إنسان باسكو عاقل. انا كاين هذ الناس اللي ما مش فاهمينها. انا لو كي نجي نخير وما نخيرش الشخص، يو نشوف مصلحه البلاد، مصلحه البلاد وين راها رايحه. دوكا قال باغ اكزومبل مثلا، نشوف انا باللي قال تخيرني دوكا مثلا مع هاد الجماعه نتاع بوتفليقه ولا مع حمروش، نروح لك مع حمروش، باسكو ما رانيش نتبع في الاشخاص، راني نتبع في المصلحه نتاع البلاد. وين نشوف المصلحه نتاع البلاد انا نخمم ونوازن ونشوف منا الجهه اللي منا، ونشوف انا واش هي الطريق الصحيحه، ماشي نروح نتبع في الشخص. تروح دوك قال مثلا درك تجيب لي هذا بن فليس وش اسمه هذا رشيد نكاز، نختار لك بن فليس. عندك ميزان تشوف به، سي نورمال، وأولوية البلاد، مصلحة البلاد قبل كل اعتبار، مش الأشخاص. خيرني فين بين نقطة واسمه بين بن فليس واسمه مقري، نخير لك بن فليس. مش لانه راهو درك مقري، لا لا لا، نشوف للوضع، شوف البلاد ونوازن. قال دوك في حالة ما، انت شوف انت تلعب في جوديشاك ولا هذيك اسمه، انت دوك مثلا واحد يعطيك حاجه هو راه باش انت تاكل، فهمت؟ ايه تعرف لازم اللعبه تشوف هذه نتاع موراها. الاسم. انت تشوف كي تجي انت رايح تدير، قال حبس انا رايح ندير كذا، هو وش يدير؟ موقف هو وش راه ناوي؟ كي راح ندير له انا هكذا، هو واش راه يدير. ايه سياسه لا اكيد ميم شوز. انت دوك كي تجي راك راح تخير، لازمك انت تقرا الحسابات في حاله ما راك رايح تحط هذاك رئيس، واش راه رايح يترتب. انت دوك لما تارك راح انت مع واحد، وهذاك الواحد اللي راك انت رايح تنتخبه ولا راك رايح انت توصله للرئاسه، راه رايحه من وراء وراح تتحرق البلاد. نديروه الا درتو مع انت باللي ما عندكش الراس. راك خنت بلادك إذا درتو، راك خنت هذه هي بلادك. كاينه نقطة أستاذ بغيت نعرف رأيك فيها، بس كل الكلمة هذه ولينا غير نهضروا بها الناس يقول لك راكم تخوفوا فينا. معناتها أنا كتبت لك ذاك النهار تعليق، قلت لك مثلا الحالة نتاع سوريا، لما نقولوا احنا يا جماعة هاي سوريا، هاي ليبيا، ها واليمن، ها وكذا، يقول لك راكم تخوفوا فينا. ولكن اللي عنده عقل، انا كي نقول لك هاي تونس، هاي ليبيا، هاي سوريا، هاي مصر، ها اللي خرجوا كاع صارت عندهم كوارث، وكاع راهم في الحضيض. هذه حقيقه، معناتها كي نتكلموا علميا هذه حقيقه، يعني مناش نخترعوا، حقيقه. سوريا حرب، ليبيا حرب، اليمن حرب، مصر صارت فيها انقلاب وراهم ضروك يعني في الحضيض. تونس بلوز او موا، تونس بلاد صغيرة ما عندهاش ثروات، ماهوش موقع استراتيجي كبير، ومع ذلك عاود رجع النظام البائد كما يقولوا، وراهو حاكم في البلاد. لما كيقول لك علاه تقولوا لنا سوريا وما تقولوا لناش تركيا وماليزيا سنغافورة، انا على حد علمي يا استاذ سنغافورة وماليزيا وتركيا ما صرش عندهم التغيير بالثورة ولا بالخروج في الشارع، هذه مغالطة على ما أظن. 81% ما صرتش عندهم خروج للشارع ومظاهرات وكذا وكذا،
جاء في فترة من الفترات جاو ناس وصلوا للحكم أحزاب سياسية وداروا برنامج وخدموا ووصلوا ببلادهم بعيد. فلما تشوف انت مثلا واحد كيما زيطوط مثلا اللي يتكلم على المثال هذا، نظن باللي فيه مغالطة ولازم الناس تاخذ حذرها من الجانب هذا. احنا كي نقولوا سوريا ما نش نخوف الناس، راهي شوف اليوم برك، اليوم برك، اليوم من الايامات انتو يا ربي والله صباح ربي جويه بلك 6 ولا 7 اتصلت بيا صحفية سورية اليوم صباح ربي يوم واجدين والله اليوم، اليوم برك ماشي زعما قال اليوم برك اتصلت بيا صحفية صباح ربي جويه 6 ولا 7. شوف نقول لك درك انت، صحيح هو انه النظام راهو يستعمل في هذه المسألة نتاع المأساة، يستعمل فيها بشكل بشع من أجل تخويف الناس للبقاء في السلطة، صحيح. ولكن هذا لا يعني من أنه ما كانش مأساة، مأساة موجودة، هو راهو يستغل فيها ولكن موجودة المأساة، صح، حقيقة واقعة مش انفونتي مش مخترعة. دابك لما تقول لي انت دوك سوريا راني نخوف فيك، اسكو اللي راه واقع في سوريا واقع ولا مش واقع؟ واقع، واقع منذ سنوات. كيف نخوف فيك؟ تشوف فيما جازر بلاد الترحات، الناس خرجت بالورود، عاشت الناس تضرب بالبراميل المتفجرة، تقول لي انت ما كانش خطر عليه. درك شوف الناس ما مش فاهمين دوك، هذه كاينه هناك خيارات تاع التغيير، التغيير صح، سواء بالانتخاب او بالانقلاب او بالانتفاضة او بالثورة المسلحة او بدير انت يا معلي باليش انا مقاطعة او عصيان مدني، خيارات كاين هناك عدة خيارات. الطبيب هذا لما راه رايح دوك هو يعالج مريض، لما يروح ليه المريض يسقسيه الطبيب على جال باش يعرف الاعراض نتاع المرض نتاعو، الا كان شاف باللي المرض نتاعو هذاك يحتاج قال مثلا دوليبران يعطيلو دوليبران، الا شاف المرض نتاعو هذاك يحتاج قال مثلا دواء يعطيلو مثلا على مراحل، والا شافو باللي لازم له يدير تعيار ويدير مع على باليش انا يدير سكانر ولا يدير كذا، والا شاف باللي لازم له عمليه جراحيه يدير له عمليه جراحيه، ومرات العمليه الجراحيه مش مضمونه. أكيد النظام لا ميم شوز، نفس الشيء. تذوق الخيار اللي انت راك راح تديره، الانتفاضة هانا ذرك رانا تقريبا في مقدمتها، روح عود اسمع التسجيلات نتاعي راها منشورة على اليوتيوب عندها أكثر من 10 سنوات. تذوق لما تحكي عن الانتفاضة وين راه الزعيم نتاعها؟ كانش. ايه نقطة، نقطة هذه نقطة مهمة، هذه ما كانش وراء مجمع اللي نظمه. لماذا؟ لأنه لما يكون هناك زعيم روحي والله راه كان كيما يقولوا قائد ملهم، والله راه قال مثل مجموعة من الناس وراه ملتقاه وهو ما يوجهه، عندك مع من تهدر؟ دوك مثل النظام بغض وراء قال مثل كاينة مجموعة، شكون هما هذه المجموعة؟ قال فلان 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 فلان، شكون هذاك أو الفكر نتاعو كذا، كون هذاك الفكر نتاعو كذا، واش يحوسوا؟ قال راهم يحوسوا على الانتخابات ويحوسوا على كذا وكذا وكذا. ممكن بلك يتنازل النظام، ولكن لما تكون انت ما عندكش الراس نتاعها مضروبه يقدر يخرج لك اي انسان ويستحوذ عليها ويسيرها في الطريقه نتاعو. راهي كيما شغل الجماعه دخلت انت دركا من سوريا، دخلوا من فرنسا راحوا طلعوا ثم قال لك يجاهدوا، طلعوا من السعودية طلعوا يجاهدوا، شكون غدوة اللي يمنع لك ذوك انت ناس يدخلوا للجزائر؟ ودخلوا، دخلوا في التسعينات، دخلوا جو من اليمن ودخلوا جو من سوريا ودخلوا جو من بلايس واحد اخرين، شكون غدوة اللي يمنعهم؟ تا ناس درك راها تخطط من اجل فصل الجزائر، فصل المنطقة نتاع القبائل. مانيش نكذب، راني نهضر لك في واقع. ناس انت راك تشوف فرحات مهني خارج ليها بالدليل وبالبرهان، راهو خارج ليها طاي طاي يقول لك باللي راهو يشكل في جماعات مسلحة، وراك على بالك باللي راه كاينه جماعات مسلحة راها مازالها موجودة في الجزائر،
مازالها موجوده. وعلى بالك باللي راهو كاين ليبيا، كاين ليبيا وكاين كذا، وعلى بالك باللي الوضع راه مش مليح في البلاد. هاك تشوف انت دوك هذا اللي دوك انا نشوف انا شباب خارجين في ميلا ولا في سكيكدا ولا في عنابه ولا في كذا، ما عرفش النكاس انا هذا راهو كاين الناس اللي يبعثوا لي، حتى من الناس نعرفهم كي لما يبعث لك يقول لك شوف واش راهو داير، لكن انا نشوف لها في مؤشر خطير، مؤشر خطير. هذا اللي نشوف انا البارح هذا بوتفليقه اللي راهو مهما كان الامر راهو ذوك يا سيدي راهو مرض، جاتو جلطه دماغيه راهو مريض، راهو بوتفليقه راهو شارك مهما كان الامر. راني ضده لما كان بصحته ماشي درك. شوف انت يهان هكذاك يخرج لك بالكتبيات ويجيك انت هذا رشيد نكاز ما دارش غرام في الجزائر والناس هزت. صح شوف صح. انا نشوف مؤشر خطير، مؤشر خطير مؤشر جدا خطير. شوف انا البلاد وراها رايحة، وراها رايحة البلاد. هذا اللي انت ذوك انسان واحد راهو درك هو قال مثلا راه مجاهد يقول لك انا ما علي باليش بالجهاد نتاعو، يا الحركي يا الخبيث يا الناس راها ماتت على البلاد. صح ماتت على البلاد، الناس ماتت على البلاد. صح ايه انسان اللي يوصل البلاد يجي واحد بضحكه يديك يا خويا خدم دماغك حل راسك فكر، راك تلعب مستقبل تاع اجيال، راك بيع البلاد. هذا اللي انت تقول له انت السيد مع الاف بي اي هو يقول لك رانا كل مع الاف بي اي، هذا كون تجيد اسمه يعطونه بحب الدماغ هذا. والله يا استاذ انا نقول لك لو غدوه يطلع هذا رشيد نكاز ولا اي انسان يعني بالبروفيل نتاعو غير في عام عامين غير البلاد تروح للهاويه اللي ماهيش في عقل الشباب هذو والناس اللي هم يتبعوا فيه، سي ايماجينابل. رايحه لا رايحه لا كارثه. انا استاذ انت عندك تاريخ ويعني موثق كنت ضد بوتفليقه هكذا، انا يا كنت شاب اللي جا في 99 وكنت ضد ومازالني ضد، ولكن نوزنوا ربي سبحانه يوزننا بالحسنات والسيئات. ماشي ندافع على كيفاش، لكن نحبوا نكونوا جيست، نحبوا نكونوا عادلين فقط. هذه هي الانسان يكون منصف، منصف تاع هذا الانسان اللي انت دوك هو تكسر نيفو تعتبره باللي راهو قدم تضحيات للجزائر، والناس اللي ماتت والناس اللي اعتقلت والناس اللي لجأت والناس اللي راح الدم نتاعها سال واللي رشات في الحباس هذوك. لا يا خويا بسلامه بالعافيه. المهم الاخ اسامه والاخوه اللي بارك الله فيك احمد الدين، جزاك الله خير بارك الله فيك. راهو عندي الباتري راها واسمو تاع التليفون راه ما عنده ما بقى لها. المهم اذا كان اخوه اذا كان تحبوا نزيدوا نديروا دردشه، كاين واحد شحال كاين اللي طلبتو، كاين الاخ مصطفى عبد الباري والاخ هذاك الديوي وش اسمه هذاك اللي مسمي روحه وجيها ولا من شعر، ثلاثه من الناس. المهم اذا كان حبيتوا مانيش عارف انك ما تزيدوا ديروا دردشه خفيفه صبروني واحد النص ساعه أيوة ولا استاذ نخليكم انا ملا. ربي يبارك فيك الاخ اسامه، بارك الله فيك. شكرا صباح الخير. شكرا. المهم الا كنت تحبوا على جال باش ديروا اخ هواري طلعتك قبيل، هواري مرابط انا طلعتك قبيل، تحبون ديروا ولا لا؟ لا الا كان تحبوا تزيدوا ديروا دردشه اصبروني شويه واحد نص ساعه ولا لازمني نعمر الباتري تاع التليفون. اكتبوا تعليقات على جال باش زوج ولا ثلاث تعليقات من الناس اللي راكم تحوسوا الا ما كانش تصبحوا على خير. أي أوكي أوكي دونك من بعد إن شاء الله. أي السلام عليكم.